ايه يا ماما المواعيد دي؟ وحبهان ايه اللي انت عايزاه من هنا؟ مش فاهم انا. وترميات وناس قاعده على القهاوي، بس جو حلو، جو ظريف. الله الله الله، عيني على اللبان واللي من اللبان. اهلا. ايه ده؟ في كده هنا؟ يا اختي اقعدي في القهوه بتاعتي. اتفضلي يا حبيبتي. ما شفتيش انت بقى حتتين القماش اللي انا جايباهم وانا جايه من لبنان؟ تحفه والله يا اختي. لو اخترتي حاجه من القماش ده يبقى يساعدك يا هناكي. وديها يا رول الحمام عشان نشوف الحاجات، اصل الحاجات دي بتتنازل. تعالي يا حبيبتي. يا كمان الشيشه. مساء الخير يا سي خميس، ازاي والدك؟ وقول له الف مبروك على موت والدتك. هو في حد اسمه خميس وانا بكلمه؟ لا فعلا لا، دي حيله رخيصه مني عشان اقول لك مساء الخير. عبد العال حسين عبد العال. اوه ايدي يا هاني. ولا انت حكومه يالا. حكومي ايه؟ ما انا مالي، ما انا لابس ملكي. حكومي ايه يا هاني؟ ما هو انا لابس ميري قدامك. ارجوكي عليا النعمه، لو طلعت حكومه ملاك دي يعني. لو سمحتي عندي مشاكل في الغضاريف، لو تكرمتي ده انا غلبان. شكلك ابن حلال. اقعد. من الاخر، من غير لا لف ولا دوران، عشان انا ما عنديش وقت. انا اول ما شفتك اتشدت لك وانجذبت لك انجذاب رهيب رهيب. هل من حقي اسالك بتشتغلي ايه ولا كده ابقى تعديت حدودي؟ لا نو بروبلم خالص، انا بقلب النسوان. اوه سوري، بتقلبي النسوان اللي هو التقليب زي الحركات؟ بقلب النسوان. بتقلبي؟ هايل هايل. عايز اقول لك ان دي حاجه جديده في المجتمع ما حدش سبقك فيها. جو اهيد، ربنا معاكي. اصل انا بحب التقليب قوي. تحب تشتغل معايا يا عسل؟ لا اشتغل معاكي ايه، انا عايز اقول لك من اللحظه دي شغلك حاجه وحياتنا الخاصه حاجه تانية. يا مصيبتي، حياتنا الخاصه؟ لا بقول لك ايه، انا بنت شريفه. وما كسرنيش الصوره اللي انا عجبتني فيكي. انا حبيتك ان انت مش شريفه وماشيه شمال وبتقلبي النسوان. ايوه شريفه ايه وبتاع ايه. خلينا في الشمال لو سمحتي. ممكن اتجرأ واقول لك ان انا حبيتك؟ حبيتني؟ مجنون ده ولا ايه؟ طب انا اسمي ايه؟ انت تعرف اسمي اصلا؟ ما بالطبيعي كده، ده السؤال اللي جاي. اسم القمر ايه؟ سوسكا. عارفه يا سوسكا؟ قبل ما تتكي على ايدي وتفرميها حسيت اني عايزه ترقع صوابعي، رحت انت عاملاها، فحسيت ان دي اشاره اني اجيب ماما ونجي لكم البيت ونقول المراد. ماما؟ طبعا. بجد يا اخويا والنبي؟ طبعا. وقول لي بقى، هي امك دي بتلبس ذهب وصيغه وكده؟ اوه بتلبس دي كلها ذهب في ذهب، كله بقت عندها قطع ملابس ذهب. بابا كان جايبها لها من خزندار زمان. ذهب ماما عباره بمسمينها الست ذهب في الشارع. يا ما شاء الله يا ما شاء الله. لا ده انت لازم تشرب حاجه والله. يا كناني. ايه اللي كل شويه كناني كناني ونيجي نسال على الخساب تقول لي استني استني. انا مش يعرف ازاي انت بتهزم بقلبي كده وانت ليك ديون كتير. انت يا كناني انت جاي من انهي بلد؟ عبيط ولا ايه؟ ديون ايه؟ هي قاعده مع هوا؟ ده كل الديون هتدفع وعليها البقشيش كمان. ايه ده؟ طبعا. انت غني؟ غني غنى انا ما اعرفوش، مش عارف حدود ثروتي لحد دلوقتي وصلت فين. بقول لك غنى رهيب يا كناني. قد البحر؟ قد اكبر من البحر. جميل كناني جميل، محلها الخواجه صغنون. هي بقى ليها ديون قد السما. بقول لك كله اتدفع وعليه بقشيش ليك وحلاوه. بقول لك اما نتجوز يا سوسكا نجيب كناني يبقى معانا في البيت يخدمنا في البيت. ظريف. حبيته حبيته حبيته. يجيبه ونعذبه. يلا يا كناني حجرين معسل واديله من المعسل بتاعي. ما رديتيش عليا في موضوع الجواز يا سوسكا. زوجتك نفس زغروته يا كناني. كفايه كناني كفايه كناني كفايه، كتير كده كتير، هي واحده وخلاص. خواجه ميرسي يا كناني، باين عليه غلس قوي كناني. هنعذبه مش هنجيبه البيت ولا نشغله معانا، شكله رخم قوي. انا فرحان قوي يا سوسكا. خلاص فعلا فعلا، اذا كنت بضحك عليكي من شويه، دلوقتي بجد انا هجيب ماما وهجيب لكم البيت عشان اتشرف بالعيله كده. يلا يا ماما هنتاخر، عيب. اهل العروسه قولوا علينا ما عندناش ذوق. بلانيله مستعجل على ايه؟ دي جوازه الندامه. جوازه الندامه دي كلمه ام تقولها لابنها يوم فرحه. ميرسي قوي ميرسي يا شيخ. ايه ده؟ ده يقول له يوم نحس من اوله. فين النحس يا ماما؟ اليوم زي الفل.
مش معنى ان انت وقفتي ساعه تعملي الباروكه ودايسه على الصابونه لازم تزعلقي. ايه علاقه الصابونه بالباروكه بالنحس؟ ارجوكي بقى يا ماما كده كتير ما تزعلنيش. اتفضلي حضرتك. اتفضلي. ايه تقاطع يا رب؟ الازاز بيكسر يا مريم. ايه ده الدور اللي فوق بيقع يا ماما؟ في ازازات شقتنا اللي بتتكسر. ايوه صح. لا انا هطلع اموت في الشقه فوق. ده ما تموتي في العربيه اقرب على الاقل اسعفك. وبعدين ليه الموت والكلام ده يا ماما؟ اتفقلي بقى. اتفضلي حضرتك. اتفضلي. انت اللي موترانا ومعصبانا، اليوم ماشي زي الفل. اتفضلي. مفكرين يا ماما نفوت على تسيب بس نجيب لهم طبق بسبوسه ولا حاجه. اتفضلي. انبسطي بقى، انبسطي كده واتفقلي، ده فرح ابنك. يا نهار اسود منيل، نسيت مفاتيح العربيه. النبي ما طلعت بسرعه، جري كده هاتيها وتعالي. وانا اطلع اجيبها ليه؟ انا معايا نسخه ثانيه. تسلم ايدك، تسلم ايدك، تسلم ايدك يا ماما. مش ده اليوم اللي كنت بتتمنيه؟ بذمتك اقعدي كده انفخي. اقعدي اقعدي اقعدي. صدق ماما شكل الجوازه دي خير لان انا متفائل جدا جدا. يا لهوي في ايه؟ المره بتاعتنا بتقع. بتقع يعني ايه؟ يا نهار اسود قليل. انا قلت لك انت بتقع. انا قلت لك انت بتقع. انا قلت لك انت بتقع. طيب بس المطرات. يا لهوي. اوف انت جايبني فين يا عبد العال؟ جايب كرموز يا هانم، كرموز يا امي، ارقى مكان في اسكندريه. لا تقول ابو قير بقى ولا العصفره، كرموز. بصي 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 الشغل اللي في البيت يا امي، ان شاء الله انا سايبي هتنبسطي معاهم قوي يا ماما. يلا بقى. ما قتلتهاش والله العظيم، ما قتلتها والله، ما قتلتها يا عم والله ما قتلتها. عبال ساك عبال. الحمد لله جماعه مستنيينك فوق. مبروك يا عريس. الله يخليك. اتسكن قوي. مين دي؟ امي. والله ما قتلتها يا عم. يلا ما قتلتهاش. مين ده يا عبد العال؟ ده اخو السوسكه اللي انا هخطبها الصغير، ظريف قوي. يا دي المصيبه. مصيبه ايه يا امي؟ ده بيروش مع الظباط اصحابه. يا ماما احنا داخلين على نسب يشرف، ما تقلقيش. حسبي الله ونعم الوكيل. ارجوك يا ماما ما تنكديش عليا بقى، انا مش جايبك حتى اي كلام. لو سمحتي صدقيني هتنبهري بيهم، هتنبهروا. اتفضلي اتفضلي. مين ده؟ ده اخو سوسكا كبير يا ماما، هم فرحانين بيكي. هم العيله دي لما بتفرح بينطوا في المنور. يا مصيبتي. وده مات؟ لا يا ماما بيلعبوا تحت في المنور. ما تشغليش بالك بقى لو تكرمتي، احنا داخلين على نسب يشرف. اتفضلي اتفضلي يا هاني اتفضلي. ما شاء الله شغل السرايات ما شاء الله. اتفضلي يا امي. يا ميت مرحب يا ميت مرحب. خطوة عزيزة يا ام الغالي. يا اهلا يا اهلا بالعريس. نورنا. اشكرك. منورانا يا ابله. الله يخليك. نورنا. الله يخليك. اعرفك يا ماما، الاستاذ حسب الله يبقى عديدي جوز اخت سوسكا، واخت سوسكا اللي هي مراته تبقى اللي قدامك القمر دي ريا. منوره يا حبيبتي، ورحمه اخويا الغالي اللي لسه هتفاد دلوقتي لان كرامك اخر كرم. يا سوسكا. سوسكا العروسه. العروسه العواف. يا الف نهار ابيض، يا الف نهار مبروك. الله يعافيك يا ست البنات. وحشتيني يا دي عم عيل. والله انا مش مصدق ان انا معاكي وفي وسط اهلك. جبت لي ايه؟ جبت لي فلوس؟ هديكي كل حاجه تحت امرك. انا جبت لك معايا عارفه ايه؟ ايه؟ بسبوسه هتاكلي صوابعك وراها. والله كل الكرم يا ابو نصب، كل الكرم. بقول لك ايه يا حسب الله، تسيب لي حته انا والعيال، انا عارفاك تقص. جرايه وليه العلبه دي وقعت في ايدي انا الاول. وحياه امي لغوصك يا حسب الله. والله بالثلاثه ما حد هيلمسها غير. يا ريت تعالي. اوعى كده. عايز تسيب حته يا صاصي. ايه يا جماعه؟ صلوا على النبي. بس بدل ما يموتونا احنا. ملك يا حاجه مسروق عليه، خد الشر وراح. الله يخليك يا حبيبتي. الله يخليك. الله منوره منوره ماما ما تقلقيش. ده طقس هنا، ده اسلوب العقاب عندهم. وهو بصراحه استفزهم، قاعد ياكل لوحده البسبوسه. في النهايه احنا مالناش دعوه، احنا اتشرفنا بيكوا يا جماعه. ممكن ندخل في الموضوع؟ انا يا ست ريا. الله اكبر. يا ست ريا انا اتشرف ان اطلب ايد الانسه الماسون اختك سوسكا. وكده من غير حاجه يا حبيبي ولا ايه؟ لا مش من غير حاجه، بس لو تكرمت السلاح بس. لا انا تحت امركم، تحت امركم. انا خدام يعني اللي تقولوا عليه. الشبكه تحبيها منين؟ من اي مكان في العالم. وبلد ليه جوده بالموجود؟ هنروح بعيد. الى حاجه اللي حاجه دي عجباني. دي عجبك حاجه ماما؟ لا يا ماما ده وقتي. مامتي مامتي تتحرق. جدتي احنا هنموت. خلاصي
ده الراجل راح في حته بسبوسه. لا يا ماما الحي الحي. مبروك يا روح. مبروك يا حبيبي. مبروك الله يخليك. زغروطه للشبكه كده، زغروطه للشبكه فرحونا. اه لا زغروطه للحلقه يا حبيبي. الحلقه عاجبك؟ اتفضلي اتفضلي. لا يا ماما بالراحه على ودنها، بس بالراحه بالراحه بالراحه. قلت لك اخرمي ودنك خرمين يا ماما وخلصينا. حاجه وحياتك يا خاتم. ما متخافيش يا ماما. الف مبروك يا روح. الف مبروك. ها وبعدين كمل. على ايه؟ انا تحت امركم يعني. انا اللي هاخد المهر. حاضر. يعني شوف الرقم اللي انت عايزاه، اكتب لك شيك وروح البنك على طول. لا والشيك ليه؟ معلش معلش يا ماما. ما انت كنت هتدفعيها. فلوسي ايه؟ ما انت كنت هتدفعيها يا ماما. تحت امركم. انا عندي اقتراح يا جماعه. ايه ده؟ في ايه يا ماما؟ في ايه يا جماعه؟ يمكن هيدفوا لنا تورته يا ماما، يمكن عيد ميلاد وعملوا لنا مفاجاه. يا رب استر. ما تخافيش يا ماما. يا ماما خدلتي دراعي، خدلتي دراعي وخوفتيني قوي. طب خلاص، ما انا كمان متنيل مرعوب، بس لازم اظهر كعريس ان انا ذكر يعني. هما اكيد عاملين لنا حاجه مفاجاه، مش ممكن يزعلونا. امسكي امسكي دي. طيب فرمتي كوعي. ساتر يا رب. وربنا خنقك زي ما خنقوا الراجل. ما تزعقنيش بقى، انت هتعيطيني هتعيطيني في يوم فرحي. يا ماما ارجوكي. يا سوسكا، يا مدام ريا، يا ماما خدلتي دراعي. انا شاكك في العيد. ايه ده؟ بيحتفلوا بيحتفلوا بينا. بس يا ماما صلي على النبي. صلي على النبي. خلاص يا ماما خلاص خلاص. ماما انت شفتي حاجة عدت كده؟ جثة جثة. لا حول ولا قوة إلا بالله. من الله ومن الله راجعون. يمكن يا ماما بيتهم معدي على الشارع فممر ناس ماتت. هنعمل إيه؟ ما ترعبنيش بقى. جثة. ده لبس. ما تخافيش يا ماما ما تخافيش. العيلة دي وحشة. ما تخافيش. لا لا دي ناس، دي ناس أطهر ناس. بس إحنا هو في حاجة احنا مش فاهمينها. إيه ده؟ عفريت عفريت. إيه يا ماما؟ ده تلاقيه ابن أخت العروسة. أنت عارفة الأطفال في الأفراح بقى قلبي هيقف يا ماما. قلبي هيقف. بس قولي قلبي هيقف. بتنادي انت ماشيه ورا ميت. ايه الصوت البلدي ده يا ماما؟ طب تاخدي شويه ده احسن. ده لامسني. تعالى حبيبي ده لامسني. بس تعالى قول. انا مش عارف ايه يا حبيبي. الله ما شاء الله. شكلهم خايفين على عيالهم. تتحس مغطيين وش الطفل. اهلا حبيبي اهلا حبيبي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا بعيد. فيك انا؟ في انا يا ماما ولا فيك يا اللي قاعده ساكته وضحكوا علينا في الاتفاق؟ اولا ما اتفقناش في الفرح هنعزم كام وهم يعزموا كام. الصيني، الخشب، العفش، كل ده ضحكوا عليا عشان حضرتك قاعده تترعشي. خليكي كملي رعشتك بقى. كملي رعشتك. انا خايف. حي رورو وسوسكا، دول الأخطر دول الأزكى. رورو وسوسكا، رورو وسوسكا، دول الأخطر دول الأزكى. رورو وسوسكا. أيوه أيوه الاتنين داهية، مكر وشر خبثة متناهية. أيوه أيوه الاتنين داهية داهية، شر خبثة متناهية. بس مسيرهم والنعمة هيجوا لقدرهم وهيتمسكوا حتة ماسكة. رورو سوسكا. بس مسيرهم والنعمة هيجوا لقدرهم وهيتمسكوا حتة ماسكة. رورو سوسكا. كلها حلال ان شاء الله بيعترمي الشغال. انا عن نفسي باكلها حلال
الدنيا بعيدة لكن الجميل بالصلاة عالزين متجمعين في التأبيدة جبت الذهب ده يا حلوة منين خلصت على مين يا بعيدة لكن الجميل بالصلاة عالزين متجمعين في التأبيدة لكن الجميل بالصلاة عالزين متجمعين في التأبيدة يا سوسك عيلتك متماسكة يا سوسك عيلتك متماسكة رورو وسوسكا دول الأخطر دول الأذكى رورو وسوسكا رورو وسوسكا دول الأخطر دول الأذكى رورو وسوسكا أيوه أيوه الاتنين دهية مكر وشر خبثة متناهية أيوه أيوه الاتنين دهية دهية شر خبثة متناهية بس مسيرهم والنعمة هيجوا لقدرهم وهيتمسكوا حتة ماسكة رورو سوسكا بس مسيرهم والنعمة هيجوا لقدرهم وهيتمسكوا حتة ماسكة رورو سوسكا كتير احنا صغار بيبي هالقد وكمان خطيبك خير جونسي ومعه مصاري كتير 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 شو يعني مليونير؟ حبيبي انت بتاخد العقل احلى شي بحياتي وفي عيوني انت لكن قوليلي مين بده يدفع حساب الغدا؟ انا على الحميد المجيد اكيد خطيبة لصاحبتي شيرين اوبس شو صار؟ الهيئة في فرد فقعت دايما حرشتيني دايما حرشتيني هيدا الدكتور الحمار كل مرة بيقول له ما تنفخن هالقد ما تنفخن على القد بيقول لي لا 2.8 أحلى بيصير مثل الفور ويل هن لازم 2.1 وأنا مع الحرب فقع بفقع دخيلك ها شيرين أصحابك دول هيطلعوا مريشين ولا أونت أنا ما بقعدش غير مع الأغنياء وبس حبيبي ما تقيم الناس حسب غناهم قيمهم على اخلاقهم ولا اخلاق ولا بتاع انا بقيم بالعربيات اقل من بورش ما بقعدش انت مش شايفه الكابروليه اللي انا جاي بيها انت عارفه انا دافع فيها كام اوف صرت عارفه قلت لي اياها 500 مره لك حبيبي روبر فئتي من عيله كتير كبيره هاي 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 بس اكيد مش اغنى من عيلتي انا ماشي عمرك شفت حد فيه شنطه فلوس وراه دي مليانه ما شاء الله هاتي يا بنت هاتي هاتي انت يا ابني رج الفلوس لا تعرق في الشنطه تعالى ما نشوف صحابي هاي بونجور هاي حياتي كيفك صباح الحمد لله هاي كيفك هاي بحب اعرفكم هيدا عمر خطيبه وهيدا تامر خطيبه لشيرين ما فيني خبرك يعني رجل اعمال كتير مهم بمصر وهلا عايش هون ببيروت وغني غني موت وغني غني موت وكتير مهضوم اهلين نايس تو ميت يو مستر تامر اهلا حبيبي اهلا 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 طبعا عمر ما فيني خبرك انه استاذ تامر من عائله كتير مرتبه بحب اللبنانيه كتير وبقدر مواهبهم كتير 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 اهلا حبيبي اهلا شرفنا اهلا وسهلا ايه ده سبحان الله لو سمحت يا اخ ممكن تقفل وتفتح لو سمحت هفهمك اقفل وافتح على طول وريني وريني يلا يلا هو يخرب بيتك عمر عجرم اخبارك ايه يا خبر تامر حمدي السبرسجي يخرب بيتك وينك يا راجل ايه يا معلم السبرسجي ايه انت لسه فاكر انسى بقى الكلام الفاضي ده انا دلوقتي تقدر تقول عليا من اغنى اغنياء الكون من اكبر العائلات شو عائلة هيدي اوطى عائلة بمصر شو اخبار اخوك النشال سيد محبوس بس هيخرج ان شاء الله انت اخبارك ايه واخبار عيلتك لسه معفنين وبكح تراب من الفقر ولا عاملين ايه معفن شو معفن انا دكتور يا راجل دكتور ايه وانت لاقي تاكل بقول لك انا بقيت اغنى واحد في الكون اهلا 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 الله يزيدك الله يخليك شو اخبار الحاجه خرجت من السجن حبيبي حاجه ايه وبتاع ايه هقوم لك تاني يعني ما انا كنت لسه عندك تعالى ايه حاجة ايه وبتاع ايه وسجن ايه انسى بقى انسى الموضوع اختلف تقدر تقول انت محتاج فلوس عايز اي اؤمر فلوس فلوس يا ابني فلوس فلوس عشان بس الموضوع بالنسبة لك يبقى مش عارفهم كام خدي احنا تشرفنا يا انس هيدي لإلي طبعا ميرسي شيرين اهلا 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 يا شيرين مش معقول احلى حاجة حصلت النهاردة عمر ده صديق عمري فوق ال 15 سنة الله يديم المصاري قصدي الله يديم المحبة صدقيني يا بودي
تامر من اوفى الاصدقاء اللي ممكن تتقابليهم في حياتك. حبيبي حبيبي، على فكره احنا لازم نخرج كتير. رش انا سلمت كتير. رش رش سكتي ايدين الناس، ما اعرفش غسلينها ولا لا، حاجه صعبه قوي. ما بشوفش حاجه ليه يا متر؟ متر اهلا اهلا، نور يا عمور. اهلا وسهلا فيك مسيو تامر. اهلا اهلا، عن جد بيروت نورت كتير. نوره باهلها. اهلا، يعني هات هات كل اللي عندك وخد بقشيش زي ما انت عاوز انت وزمايلك، بس مبدئيا نزل لنا 40 ايس كريم عشان الجو حر قوي. يلا باي 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 باي. يا جماعه احنا لازم كلنا كده. اتشرف ان انا اعزمكم النهارده على العشاء في اغلى مطعم، لان فعلا انتوا مش متخيلين انا غني ازاي. شكلك بتحب الفلوس. ابدا فعلا. طب هاتي لنا دي تومي. نعم اوكي. بهزر بهزر. انا كمان. هاي شيرين. هاي عمر. كيفك؟ ماشي الحال. المفروض يقول منيح كلبناني يعني، ولا هو بيحب مصر؟ كتير بحب على مصر طبعا. عمر ايه ونيلي في ايه؟ لا اساسا ولد كلب ولا عمري شفته في حياتي، وعيلته نصابين وسيره انا مش عايز اتكلم فيها في الوقت اللي هتفضل ده. بس انا خايف يعني تكون انت متضايقه انك خرجتي معايا عشان شيرين انتينك وكذا. شو شيرين انتينك؟ طب حياتك انت انتيني شيرين، انا ما بحبها اساسا. حاسه كتير بتغار مني ولئيمه لئيمه لئيمه. يعني سوري اذا عم بحكي عنها هيك هلا. لا 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 تحكي ايه؟ ده انت بتحكي زي ما انت عايزه. دي شخصيه اسمها اصلا وانا ما كنتش طايقها وشكلها نصابه من الاخر. بوبي انا من يوم ما شفتك يا بوبي مش شايف حد في الكون. صدقيني كل فلوسي وثروتي وفيلاتي وبيسيناتي، هقول لك كل حياتي ماتت. عن جد؟ عن جد؟ طبعا عن جد. انا ممكن اتجوزك دلوقتي حالا في البسين ده. يا الله قد انت يعني ما رح تفكر بالناس وكلام الناس وعمر وشيرين. بص في الناس. في الناس ايه؟ هو في ناس غيرنا في الكره الارضيه؟ تحسي الموقف بيت كتير. ده انا مليهولك في 10 ايام. كتير مبسوطه كتير. الحمد لله يا حبيبي. انت مش جعانه صحيح؟ انت كتير جعانه كتير. معقوله؟ وليد ذوق يا بابا. ضفدع بشري جايب لك العشاء. ايه رايك؟ كتير رومانسيك. شفت عزي قبل كده؟ اه. فين الشوربه؟ انت مستهبس، روح هات الشوربه. معقول؟ خد يا بموت عليا نقول. بسم الله بسم الله بسم الله. طب بما ان يعني احنا عايزين بقى كتير ومنسيين. اه كتير حلوين. اه انا حابب اقول لك سر كتير حلو. قولي. انبسط فيه كتير. قولي. تعرف ان انا مستحيل ده؟ تكلمي بجد؟ مش عارفه بجد. ليه واخده بطولات سباحه مثلا؟ عندي عوامتين بنتيكم اربع مرات في السنه. طب خلاص، هو انت بتتكلمي على الجبل؟ ده احنا في السنسين. ده احنا في السنسين. بوبي 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 اطلعي خلاص نفسك يا ماما. ده انت غطاسه رهيبه. بوبي البيت ماتت ولا ايه؟ يا وليد حجز انت من هنا وانا هشوف من هنا. وين ده عم ابراهيم بسرعه هو واولادي ينطوا في البسين يدوروا على البيت. بوبي اتحرقي بقى انا جعان. هتعطيه بلاد وقولين تسيبك منها. هاي هاي هاو ار يو فاين؟ منورين منورين. طبعا انتوا حاطين في دماغكم بلاوي ها، وقلتوا في ليله امانيا. لا لا النهارده لا، انا هضطر احبطكم للاسف واقول لكم الخبر اللي بالنسبة لكم هيبقى قطع عيش للأمانة. يعني النهاردة آخر ليلة بالنسبة لي في العزوبة. بكرة إن شاء الله هتجوز. هتجوز ست مش عايز أتكلم عليها كتير. بنت بيت، بنت أصل، متربية. هتنسيني كل التفاهة وكل السفالة اللي أنا عشتها في حياتي اللي أنتم منها طبعا. هبتدي أكون رجل محترم، وبالتالي هكون في بيتي محترم. بيتي هيبقى ليه تقاليد. ما عنديش زيارات، مش عايز حد فيكم يتكلم في التليفون، لان اصلا مش هيبقى في تليفون في البيت. هو تليفون واحد من 9 ل 10 وللمقربين قوي، فيا ريت ما تخربوش نفسكم. مفيش زيارات لاهل مراتي حتى مش ليكم. بيتي هيبقى بيت قديم. انا كنت عايش معاكم حياه عصريه، بس اكيد هتسمعوا عني بعد جوازي بفتره. انا عامل ايه في بيتي؟ هضطر اطردكم. انا اسف. يلا جو اوت. يلا بره 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 بره. كل الثور اللي عندكم تتحرق. يلا يا بنت انت، يلا قومي. قاعده ليه؟ ما كلهم خرجوا، ده انت رخم قوي. يلا في داهيه. بيت كده ينضف يبقى فيه ست وفيه راجل، ومش راجل عادي، سيد الرجاله. توكلنا على الله. الى الجواز.
انا يعني مش هبقى قاسي للدرجات، هحبها بس الاصول اصول، هتشوف الاصول اللي بيحكوا عليها في الكتب. يا بوبي، والله والله يا بوبي وانت معايا بحس ان الدنيا كلها بتضحك عليا حياتي. بس مش عجباني بوبي، خسانه وهفتانه وعدمانه. ايه معك حق حبيبي، انا بغير المقاس 4 مرات في السنه مع كل فصل قياس شي. هتوحشيني حياتي. وانت كمان يا روحي. بعد مره. باي. بوبي، ومين ده يا بوبي؟ ها؟ مين الأخ اللي كان نازل وودعتيه وبوس وكده؟ هذا الكوزين تبعولي. يعني ايه كوزين؟ ابن خالتي سهيل. سهيل؟ بس سبحان الله، لا شفته لا فرح ولا تعرفنا على بعض يعني. ايه، ما انه كان باستراليا وهلا رجع، بس مخانق مع مرته، عنده مشكل كتير كبير، كنت عم حل المشكل. طبعا. طب بس بذمتك حد يحل المشكل؟ الساعه 4 الصبح. شبيك تامر شبيك. لا مفيش حاجه، انا بتناقش معاك. بدك تخنقني شيء؟ لا اخنقنك شيء ليه، ده انا اعمل لك بطيخ، احنا بنتكلم عادي. ايه سهيل، سلمي لي على الجيتار. ايه حبيبي، اعمل لي ميس كول بليز وقت توصل على البيت. بيزو بيزو. هو دلعه بيزو غير سهيل؟ انا مش فاهم، عايز افهم الراجل اللي كان في بيتي. تاكلي بطيخ؟ شو بيك؟ ولا بيك ولا زفت. شو بتهبل؟ شو بتهبل؟ وانا يا دلي يا دلي على هالغرفه، وانا يا دلي يا دلي على هالدرج، نطت نطيت شو هالمسحه. وانا هيدي جوزك؟ ايه. يا دلي يا دلي يا دلي، يلا حبيبي رح اشتاق لك كتير كتير. وانا كمان. لا مش حنبوس، حنبوس هالباب. يا دلي يا دلي على هالباب. بوبي، ممكن اعرف مين الافندي اللي بيلحس الابواب ده في بيتي؟ هيدا كوزينتي. وانت ليكي كم كوزينتك؟ في كوزين اولاني وكوزين تاني. كوزين الاولاني ابن خالتي، هيدا كوزين التاني ابن عمتي. وابن عمتك بيعمل ايه في بيتي في الفجر؟ تامر شبيك. بدي اعطيك لسته يعني باسماء كوزين تيتي؟ حبيبتي انت بتتعصبي ليه؟ ده انا بفتح كلام معاكي بندردش. كان عنده مشكل مع ابن عم بحل له المشكل، ما في شيء. يا حبيبتي انت وكوزين تيتك على راسي من فوق، وربنا يخليك وتحلي مشاكل اهلك، ما في شيء بقى كده. قوم اعمل لي ليموناد. حاضر حاضر. 3 معالق سكر. عيوني لسه قاعد معاكي حالا، جاهز في الثلاجه. تعالي ندردش. لا شيء تعسيم. ايه ايه سهيب، وقت ما توصل على البيت بليز اعطيني مسكول. اوكي حبيبي. بيزو 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 بيزو. انا كده عرفت، انت بتعز سهيب اكتر من سهيل، لان سهيل اللي فات قلت له 3 بيزو، ده قلت له 5 بيزو. انا بحب البيزو مع اني مش عارفها، بس قشطه يعني. فرفشي بقى كده فرفشي. انت بتبرقيني كده ليه؟ انا اقوم اعمل لموه. امي كتير انبسطت فيك اليوم. والله حبيبة قلبي. مرسي مرسي كتير انك اجيت، ان شاء الله رح تتكرر. اكيد اكيد، والله مشتاقين كتير. بعرف، انا كتير مشتاقة. يلا باي باي. باي باي حبيبتي. باي باي حبيبتي. باي باي. بوبي. نعم. شو شو في؟ بوبي بوبي بوبي، ما في عندك غير بوبي، دخيلك فوت نام. يطلع مين ده ان شاء الله؟ سهيل ولا عقيل ولا مين بالظبط؟ شهاب جوز خالتي. طب يا اختي اقفل الباب وتربسه، ولا في وفد جاي نستقبله؟ لا خلاص تربسه. حبيبتي انت وحشاني، انا متعصب لانك وحشاني. انت مديه كل وقتك لاهلك، افضيلي شويه. تامر عن جد كتير تعبانه، مش قادره احكي ولا كلمه. حبيبتي ما تقولي ان انت تعبانه، اخدك في الساحه يومين في اي حته واموري. ايه يا هانم ده؟ ايه اللي انا شايفه بعنايه ده؟ شوفي انت بتخونيني يا بت. شو بخونك؟ جنيت انت شيء؟ جنيت انت شيء؟ بتلعب المزرعه السعيده مع شاب غريب في وسط الليل وبالايباد اللي انا جايبه لك بفلوس يا خاينه؟ لا انت عن جد جنيت، انا شريب العشرة منك ومن اهلك كمان. من اهلي وبترمي الايباد؟ طب تعالي بقى، انا هرميكي في الشارع اللي جبتك منه واطيه. لا تعالي. دخيلك ما تمرمطنيش. ده انا همرمطك انت وال 30 راجل اللي بيجوا هنا دول. لا دخيلك. استني قبل ما تمشي، انت طالق طالق، فاضل كام واحده كده؟ واحده. طالق.
قدامك. ما تمرمطني. قرف. انت خاينه. راجل طالع راجل نازل. مش مداني وجودهم، اللي مداني ان مفيش ولا نطع منهم وهو نازل قال لي مساء الخير حتى. استغفر الله العظيم يا رب. طلقت الولية أونطة. وحياة أمك، وحياة أمك ما أنا مخليك البلد دي، أعمل فيك إيه؟ أعمل فيك إيه يا أخي؟ أنت إيه؟ أنت بلوى؟ أنت ما بتحسش؟ طول النهار ماسك مفك، قاعد تخور لي في الحاجات لغاية ما هتخليها تبوظ، كل الحاجات دي باظت، أنت إيه يا أخي؟ معلش يا بابا مش هعمل كده تاني خلاص. وديني وما أعبد، لو أنت أشوفك تاني ماسك مفك ولا ماسك جهاز تاني، أنا هرميك في الشارع، أنت فاهم؟ لا من ناحية دي اطمن. اطمن؟ اطمن على إيه؟ لأن مفيش ولا جهاز باقي علشان أبوظه، كله باظ بصراحة. كله باظ؟ يخرب بيت شيطانك، اعمل لك ايه؟ الكاسيت باظ، والسخان باظ، والمروحه باظت، امال ايه تاني؟ ايه تاني بوظته؟ قول لي الوكمان عملت فيه ايه الوكمان؟
صراحة ما عرفتش اكسره فرميته في الزبالة. رميته في الزبالة؟ اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ انت عايز تموتني؟ انت عايز تموتني وتجيب اجلي؟ ارى عنك يا بابا بعد الشر. حبيبي يا ابني، حبيبي يا ابني. طب هو ينفع نص جنيه اشتري مصاصة؟ نص جنيه في عينك؟ مصاصة تالا تالا. انت لازم تترمى في الشارع، عارف ليه؟ عشان تعرف قيمة البيت، عشان تحافظ عليه وتعيش فيه كويس، انت فاهم؟ لا والنبي يا بابا، حتى ده انا عندي 8 سنين، يعني خليني اقعد سنة كمان. انت عايزني استحملك سنة كمان؟ انت هبل ولا مجنون؟ عشان السنه الجايه اجي الاقيك شايل لي حلقان البيبان وتقول لي حلقان بيبان باظت؟ هو حلقان البيبان اغلى مني؟ اه طبعا، لانها خشب زان، انت فاكرها ايه؟ خشب مسكي؟ بقول لك ايه؟ اطلع بره، اطلع بره. طب اصلح لك الغساله واقعد. بقول لك ايه يا عبد العزيز؟ انا عايز اقول لك حاجه يا ابني، العلاقه اللي بينا انتهت، ما عادش في عيشه بينا، لان كفايه قوي اني استحملتك 8 سنين متواصل. 8 سنين متواصل؟ ايوه 8 سنين متواصل. وانا ابنك ولا بشتغل عندك؟ بعدين ده انت نسيتني بدري بدري. يا ابني اسمعني يا ابني، انت من يوم مامك ما ماتت وهي دبستك فين؟ اعمل فيك ايه؟ بقالي 8 سنين قاعد الف على حوالين نفسي في البيت بسببك، امال لو قعدت 12 سنه هتعمل فيا ايه؟ بقول لك ايه؟ اتفضل اطلع بره، وانت ما ينفعكش الا الشارع عبد العزيز، انت فاهم؟ يلا الشارع عبد العزيز. طب انا عايز النص جنيه بتاع المصاصه. اوت اوت اوت. انت جبتها منين دي يا بابا؟ انا بقول لك اوت اوت. ده انت بتشتغل كونسري. عموما نو بروبلم نو بروبلم. امشي يلا اطلع بره. بابا. نعم نعم يا حبيبي. نص جنيه بتاع المصاصه. امشي يا ابني. اعمل ايه بس يا رب بعد اللي ابويا عمله معايا؟ انا عايز اشتري مصاصه. انا حاسس وهي ساعتين ثلاثه كده وهيعطف عليا. مش معقوله يعني اب هيسيب ابنه وهو لحمه طريه زي. تمام تمام. ايه ده انا جعان قوي. ايه ده يا ست نجوان؟ ست نجوان ست. أيوة نجوان. ايوه ست نجوان. ها فين الاكل قلتي لي هتعملوه؟ حاضر حاضر 10 دقايق. ربنا يخليك ست نجوان. ست أيوة نجوان. ايوه ست نجوان. اه النبي حطي لي مخلل وترش عشان بحبه. حاضر عينيا. حاضر ست نجوان. ست نجوان ست نجوان. النبي العيش قمريه شويه بس على اللي بحبه متسخن. الله يكرمك ست نجوان. ست نجوان. أيوة. ست نجوان والنبي ربع رغيف بس عشان انا عامل دايت. شكرا. حاضر. جيبيش كتير يعني. حاضر. شكرا. الحمد لله الحمد لله. ابلة سلوى ابلة سلوى ابلة سلوى. ايوه ايوه. فين صينيه الكنافه اللي قلتي لي هتعملها لي؟ اه 5 دقايق وهحضرها لك. حاضر. ربنا يخليك. ابلة سلوى ابلة سلوى ابلة سلوى. ايوه سلوى. عايز ايه؟ النبي لو سمحتي زودي العسل شويه عشان بحب العسل كتير على الكنافه. طيب يا اخويا. شكرا قوي. قبل سلوى قبل سلوى يهو. قبل سلوى في ايه؟ والنبي اقطعها لي حته من اخر الصينيه المقرمشه دي عشان بحبها. ماشي يا اخويا. شكرا قوي. حاضر. قبل سلوى قبل سلوى في ايه؟ ما انا واقفه اهو. النبي بعتي لي معاها ميه عشان ساعات العسل بيحشرك في زوري من الكنافه. حاضر حاضر يا اخويا. حاضر. شكرا قوي شكرا قوي. عم بيرم عم بيرم عم بيرم. ايوه يا ابني. عم بيرم. ايوه يا ابني. بتعمل ايه؟ بتكوين القميص بتاعي ولا نسيت؟ عم بيرم بتكوين القميص ونازل اهو. ربنا يخليك. شكرا عم بيرم. العفو. الله يخليك. عم بيرم عم بيرم عم بيرم. النبي انا بص يعني وانت بتكوي حط فودره عشان ممكن يتلسع ولا حاجه. احط فودره. حاضر. شكرا. حاضر. عم بيرم عم بيرم. النبي يعني خلي بالك التطبيقه بس ما تنعكشوش. الله يخليك. ما انا باخدك من هنا اهو يا ابني. شكرا عم بيرم. شكرا. عم بيرم عم بيرم. وانت بتبخ والنبي ما تبخش ميه كتير عشان ساعات القميص بيطلع منادي كده. حاضر حاضر. حاضر. شكرا. حاضر. شكرا. ربنا يخليك ربنا يخليك. ايه ده ابويا اتاخر ليه كده؟ ده اتاخر دلوقتي فوق ال 15 سنه. ملوش حجه لا مواصلات تعمل كده ولا الزحمه ولا اي حاجه.
عم بيرب عم بيرب عم بيرب القميص وصل ومتشكر قوي وعاف ربنا يخليك عم بيرب ربنا يخليك متشكر قوي ابويا فين كل ده تاخير 15 سنه بابا 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 السلام عليكم يا عمنا عايز اروح شارع عبد العزيز هو ده شارع عبد عايز نمره 15 قدام شكرا يا رب بارك في البضاعة الصيني 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 يا رب ولا ماركة تانية تتباع إلا الصيني 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 يا رب المخازن مرطرطة بضاعة كلها الصيني 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 حبيبي 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 مساء الخير مساء الخير إيه يا جودة مش فاهم مش كذا مرة بتيجي تلاقيني أعمل الطقوس الصيني عشان البضاعة تتباع ادعي معايا يا رب بيع لنا كل البضاعة الصيني 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 كل الماركات تقف إلا الشيني 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 بس ما تدعيش ما تدعيش الشيني 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 ايه اللي جرى النهارده؟ ايه اللي جرى يا جوده؟ مفيش اي حد دخل علينا لا بتلاجه ولا بغساله ولا بمكوى ولا مايكروويف هو في ايه؟ لا مفيش مفيش احنا اتحسدنا اتحسدنا؟ لا احنا ما اتحسدناش انا عارف دي مؤامره دنيئه لكل اللي بيتاجروا في الادوات الكهربائيه انا عارف انت عارف يا جوده انا اتولدت في الشارع ده اول جهاز فكيته وبوظته وصلحته كان هنا في الشارع ده اول مره اتقبض عليا يعملوا لي محضر واتضرب على قفايا كان في الشارع ده وبعد كده كلهم اول ما لقوا الشارع حاله ماشي جم فتحوا وعملوا فيها معلمين وفتحوا محلات لا بس في الاخر في الاخر لا يصح الا الصحيح لا يصح الا ما تشوف حاجه تخرج من التوريطه بتاعت السين اي حاجه بنفس المعنى خلاص لا يحق الا الحقيق لا يحق الا الحقيق ما تكلمش ياه بصراحة بصراحة أذبح بتحن بتحن للزفت بقول لك إيه أنا حاسس إن إحنا في حد يعني بيحاربنا بس مش مشكلة إحنا إن شاء الله ربنا هيكرمنا بإذن الله وكل البضاعة اللي عندنا هتتباع اللي هي البضاعة إيه؟ السين 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 يا رب بارك في البضاعة السين 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 يا فاشل يا عرب الكهربائية تفتكر الشتيمة دي مين يا واد؟ ومين هو عرة الكهربائية؟ لا مش إحنا مش إحنا ده محل من المحلات اكيد بوظ لها الجهاز ما انت عارفهم نصابين ايوه فشله ومتاخرين بس احنا مالناش دعوه احنا بتوع ايه السيني 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 يا رب خلي اه يا نصاب يا فاشل واديني ما انا سايباه انا ولا انت ايه ده ايه ده الكلام ده ليه انا لا يا مدام انت غلطانه في العنوان غلطانه انا لا فاشل ولا صايع انا ايه اللي حصل ايه اللي جرى ده انت فشل و60 فشل كمان يا جماعه انتوا ليه دايما تكفوا لي ناس تقول عليا فاشل مع اني اهم من كده بكتير هو انت في افشل منك ليه انا عملت لك ايه الشاكوسي بتاعي لسه بايظ ايه الشاكوسي بتاعي ايه ده دي انا فاكرها غلطت اول مره الشاكوسي بتاعك حضرتك ما اسموش شاكوسي ده مش موضوعنا انا مش هربيك من اول وجديد لكن 100 مره قلت لك ان الشاكوسي مش نافع مع السباكه اللي عند حضرتك في الحمام وانت هعمل ايه وانت مالك انت انت مالك لا اله الا الله يا ستي يا ستي وبعدين مش لازم شاكوسي يعني ايه عايزه انعاره ما تتنيله في اي دش وخلاص انا مش فاهمك بصراحه فلوس واديني محاسيبه يا لهوي انت صوتي من ايه يا خرابي في ايه يا ولاد يا نصاب هو انا بوظت لك ايه الشاكوسي لا ده واضح ان هي بتحب الجمله كده فاهمني هي مش عايزه تستحمى فيها هي بتحب تقول اسمه وغلط اجربها لك بص يا مدام بص يا مدام احنا اول حاجه هننقذ الموضوع حنفيه السخن هنوزيها مع التاني عشان الاثنين يوصلوا لايه الشاكوسي شفت شفت هي الله 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 ايه يا ابو عزيزه فاشل عامل قلق ليه انت والتعويذه اللي معاك هو كل يوم خناقه ولا ايه صبح وظهر وليل وبين الوجبات في ايه يا ساده ظريف وانت مالك ايه اللي دخل علينا ده بتاع الثلاجه اللي في المحل اللي جنبينا صدق بالميل يلا عايز ايه وانت يا حلو انا مش قلت لك تعالي لي من الاول رايح العب عزيز الفاشل لا يسرق الزبون يا نهار اسود لو سمحت لو سمحت الزبونه دي بتاعتي لا بقول لك ايه احنا نروح بقى على الاسم والظابط ده مش هيدوا على الكلام ده قبل الاسم اثبت لك ان الزبونه دي بتاعتي وبقى انا بتعامل معاها اوعى ايدك مش حضرتك تتعاملنا مع بعض وبالاماره بوظت لك حاجه مهمه في عندكم اسمها ايه؟ الشاكوسي سمعت انا بوظت لك الشاكوسي اه والله انا مش رايح اسم لان في حاجه مهمه قوي انا مستني ابويا بقى لي 31 سنه افرض انا مشيت وهو جه في الثانيه دي اعمل ايه؟ ابوك بقى يا حبيبي لما يجي يبقى يجي يضمنك من الاسم ان شاء الله طب يرضيكي بعد العمر ده كله يجي اول حاجه يعملها يضمنني في الاسم وكل ده عشان ايه؟ وانا بوظت لك حاجه؟ بوظت لك ايه؟ ايوه الشاكوسي بتاعي حرام عليك عشان انت بتضحك على ايه؟ انا مش رايح الاسم واللي عندكم اعملوه لا هنروح الاسم هنروح الاسم مش رايح الاسم؟ اه طب واديني اللي لبسك قضيه تحرش وجيرانك هم واقفين وشاهدين شاهدين ولا مش شاهدين؟ اه تحرش انا اتحرشت بيها؟ اه خلاص طالما اتحرشت التحرش بيضاع
القضيه هتعرف بقى بيها. ايه ما تحترم الرجاله اللي واقفه؟ انت راجل واحد انت بتكتر نفسك ليه؟ انا هاجي معاكم واللي عندكم تعملوه. يلا انا عارف انا مين والشارع ده كله يعرف انا مين. ولا اعمل التعويذه عشان الرزق يمشي اه لحد ما اجي لك. اتفضل على الاسم. بس قبل ما نمشي النبي انا بوظت لك حاجه. الشاكوسي الشاكوسي. يلا يلا يا يب يا يب احفظ المحل اللي كله السين 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 السين. تمام يا فندم. نعم يا باشا يا باشا. الراجل ده بوظ لي الشاكوس. بوظ لك ايه؟ بوظ لي الشاكوس. شاكوسي؟ ايه يا فندم ست مختلفه يا فندم. في حاجه اسمها اصلا اسمها شاكوسي حضرتك؟ دي ست انا اكتشفت ان هي اللي عندها حمام ولا بيت اصلا ومهموسه مهووسه بموضوع الشاكوسي ده. والراجل ده كذاب وبيقول شاهد على اي حاجه وهو ما بيشهدش في الحقيقه ابدا. انا مظلوم حضرتك مفيش اصلا قضيه. وبعدين الجو دوت انا لا صيني ولا حاجه انا راجل عادي بس انا بشتغل في المنتجات الصيني مش اكتر يا فندم. ده عبد العزيز اشهر واحد في البلد يبوظ الاجهزه. انت عبد العزيز اللي بتبوظ الاجهزه؟ لا وبعرف اصلحها يا فندم. سمعتي سمعتي بصلحها. اتفضل يا عبد العزيز اتفضل. ايه هو ده؟ اوعى هتشوف دلوقتي ايه هو ده. ايه اصله ده؟ اتكلم بقى مع الضابط. تحت امرك يا فندم. اسمعني كويس يا عبد العزيز. تحت امرك يا فندم. انا العقيد سمير عبد الحميد ضابط في جهاز حساس في الدوله واحنا عايزينك في مهمه رسميه وخطيره جدا جدا جدا. اهلا بيك. اهلا بيك. اتفضل يا عبد العزيز. اقعد يا عبد العزيز. ربنا يخليك. بص يا عبد العزيز ايه احنا اكتشفنا جهاز تجسس خطير جدا مزروع هنا وعايزين يتجسسوا علينا واحنا اكتشفناه بصعوبه بالغه وعايزين نبوظه. حضرتك انت بتهني بسمعتي. انا راجل بصلح وراجل اسطف. شوف ايه بيبوظ يا فندم. انا عمري ما بوظت حاجه يا عبد العزيز. هم لسه بيسمعونا لغايه دلوقتي وبيشوفونا من خلال الجهاز ده. حضرتك انا لو بوظته تشهد لي ان انا بعرف اصلح عشان اكل عيش ما يقفش. قادر يا عبد ربنا يخليك. اتفضل يا عبد العزيز. اكيد حضرتك سمعت عني واللي وصل لك السمعه حاقد وقال لك بيبوظ. بس انا بذمتك ببوظ حاجه؟ اه بتبوظ. ببوظ ايه؟ بوظت لي الشاكوس. الله يقطعك انت والزفت بتاعك. اهدى شويه يا ماما. يلا يا عبد العزيز. يعني انا بوظ يا فندم؟ طبعا يا عبد العزيز. عايزين نخربه يا عبد العزيز. حالا حالا. خربه لنا يا عبد العزيز. بس اديني شهاده من الداخليه ان انا اسطه وبعرف اصلح عشان سمعتي. ربنا يخليك. اتفضل يا عبد العزيز. طب ممكن شويه تشجيع عشان ابوظه؟ حاضر عينيا الاثنين. يلا بوظه يا فافي. يلا يلا يا فاشل. بوظه يا غبي. بوظه يا عبد العزيز. يا عبد العزيز يا غبي. بوظ الجهاز. يا جماعه يا جماعه اهدوا. يعني التبويظ ده الطريقه ديت بتاعه التشجيع السلبيه انا ممكن اطوره اكتر. انتوا لو قلتوا لي صلحوا صلحوا لوحدي هبوظ. انا عبد العزيز هنشجعك تشجيع ايجابي. صلحوا يا عظيم. صلحوا يا عبقري. يلا يا نبيل. صلحوا يا كبير. وصلت لايه يا عبد العزيز؟ وصلت لايه يا عبد العزيز؟ ها يلا يا صلحوا صلحوا يا عظيم. انت نبغى يا عبد العزيز. انت نبغى. الجهاز باظ يا فندم. جهاز باظ. خد مني مجهود رهيب رهيب رهيب. الحمد لله الحمد لله. دي موهبه من عند ربنا حضرتك. يعني انا بشكر ربنا عليها. بس والنبي يعني ما تاخدنيش في بالك ان انا مبوظاتي. بس الحمد لله ربنا يخليك. متشكرين جدا جدا يا عبد العزيز. وعمرنا ما هننسى جمايلك دي في تبويظ اي جهاز في البلد. اي حاجه حضرتك محتاجها في البيت في الشغل انا احسن واحد بشتغل في الاجهزه ومعروف عني ده. عينيا يا عبد العزيز. ربنا يخليك وتؤمر. انا ليه عند حضرتك طلب؟ اتفضل يا عبد العزيز. انا ليه جار تاجر بيغلس عليا وبيسرق من الزباين؟ مش ده غلط يا فندم؟ طبعا. ولو قلت لحضرتك عليه مش ممكن حضرتك تحافظ عليه فورا؟ اهو الراجل ده الراجل ده. علي يلا بره. انت من هنا. يلا 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 حبيبي. يا باشا انا كمان بعرف ابوظ. يلا يا بابا. يلا يا فندم. يلا يلا غرف داهيه. امرني يا عبد العزيز. ده مضايقني في الشارع ومضايق عليا ومضايق عليا رزقي. اعتبره مش موجود يا حبيبي. ربنا يخليك يا فندم. حاجه تاني معلش. عينيا. انا ظهرت في حياتي فجاه كده واحده ست كانت عنك مجنونه. عاوز مجنونه متخيله انها عندها جاكوزي كويس وهي من يعني واضح انها يعني غلبانه فبتقول شاكوسي شاكوسي. هي هبله في النهايه. ايوه. وكل شويه تجي لي تتهمني ان انا رحت بيتها وبوظت لها الشاكوسي. فبعد اذن حضرتك ارحمني منها. قول لي القعده. بص انا هسيبك. هو انا بوظت لك ايه يا مدام؟ الشاكوسي. شوفي الشاكوسي. اه لا احجزوا الست دي هنا لو سمحت. يلا قول لها ان انتوا عندكم جوه عندهم شاكوسي جوه تنبسطي. يلا هتبقي في شاكوسي هنا يلا. عندنا يلا حضرتك اتفضلي احجزوها عندنا. يلا احجزوا زغراتي للشاكوسي. يلا مع السلامه يا عبد العزيز. فن ربنا يخليك يا عبد العزيز. الله يخليك. سلامه يا عبد العزيز. شكرا. الله يخليك.
ومفيش بيت معهوش عنوانه، عنده التلاجة والمحمول بالغسالة للكشكول. قول كل اللي في نفسك قول، يا رب وسع على دكانه. من فضلك ده. تقول ايه للجمهور اللي جوه كله؟ ميرسي الاول يا انجي. بقول طبعا للجمهور يعني كلنا، اذا كنت انا او وائل احسان او الاستاذ يوسف معاطي او شركه الانتاج، كلنا تعبنا على الفيلم دوت عشان خاطر الجمهور، فرد الفعل الحمد لله الحمد لله. اول تعامل مع الكاتب يوسف معاطي، هنشوفك قريب تاني معاه؟ الحقيقه للاسف يعني انه اول مره، بس ان شاء الله بعد كده في اعمال باذن الله تكون مفاجاه باذن الله. محمد هنيدي النهارده بتفكر تعمل جزء تاني للفيلم بعد النجاح الكبير قوي اللي شفناه؟ والله احنا فكرنا بجزء تاني، بس الحقيقه في فكره جديده طلعت وان شاء الله تنفذ قريب، وهو نتحول لمسلسل باذن الله. مسلسل؟ ان شاء الله. اشمعنى؟ مسلسل هيديكي وقت او يدي الاستاذ يوسف معاطي مراحل يتكلم في مواضيع كتير في المجتمع، فاهماني، شخصيات اكتر، وان شاء الله يبقى مفاجاه مش عايز احرقه. شعبان مبروك ابو العالمين حموده، اسم الفيلم طويل قوي. ما هو اسم طويل عشان بطل الفيلم قصير، احنا بنقول للناس كده، لكن هو اسم، هو كان جريء شويه، جربناه على الناس، في ناس انبسطت وناس استغربت، ولكن الناس استوعبت الحمد لله. عايزه اهنيك تهنئه خاصه مني ومن كل الجمهور اللي موجود، وبنقول لك الف مبروك على فيلم شعبان مبروك ابو العالمين حموده. شكرا للنجم محمد هنيدي الحقيقي يا جماعه، حقيقي جامد. شكرا ميرسي، برافو. ومعانا كمان دلوقتي المخرج، المخرج وائل احسان، اتفضل. مبروك على الفيلم جدا. الله يبارك. طيب لو سألتك محمد هنيدي ايه اللي بيميزه عن بقية جيله؟ لا، كل ممثل له مميزات، ومميزات هنيدي كمان وشه البشوش. طيب عموما انا بشكرك جدا جدا بجد على وجودك معانا النهارده، والعرض الخاص الخاص جدا لفيلم شعبان مبروك ابو العالمين حموده. بشكر جدا المخرج وائل احسان، واستنونا اكيد وعروض خاصه ثانيه، عروض خاصه جدا جدا، والنهارده كنا مع فيلم شعبان مبروك ابو العالمين حموده. اهلا يا استاذ يوسف، ازي حضرتك؟ موجود يا فندم، الاستاذ يوسف معطي يا استاذ. يا جو، ازيك يا حبيبي، وحشني. التصوير ماشي تمام الحمد لله. ايه؟ تتكلم بجد؟ دي فكره تحفه. عايز تعمل شعبان مبروك ابو العالمين حموده مسرح؟ الله عليك. وكده يا معلم نبقى عملناها ثلاثه، الفيلم والمسلسل والمسرح. انا موافق جدا، توكل على الله. اتفضل قدامي. ايه ده؟ ثانيه. يا استاذ يوسف، استاذ لا قفل. يوسف معاطي المتهم الاول. المتهم الاول؟ خير يا فندم، في ايه؟ احنا شرطه الاجزاء،
شرطة ايه؟ الاجزاء. انا مش فاهم حاجة، يعني ايه شرطة اجزاء؟ بعدين اتفضل. اتفضل فين يا فندم؟ في ايه؟ امشي. ايه يا جودة اللي بيحصل؟ يا استاذ اقول لك محامي؟ تقومني محامي وانا حرامي فراخ يا جودة، كلم النقابة. امشي. ايه ده؟ فندم فيه يا فندم مش فاهم حاجة. بعدين امشي. يا نهار اسود يا جماعة، أنا ممثل مش إرهابي. قدامي. امشي. ايه الأوفر ده يا فندم؟ أنا ابتديت أخاف. أنا قلت قدامي يعني قدامي. امشي. أمشي أروح فين؟ ايه ده؟ لا سوري يا حضره الضابط، لو تكرمت انا بس مش فاهم انا هنا بعمل ايه، ايه المكان ده؟ اخرس، انت لسه شفت حاجه؟ قدامي. هشوف ليه يا فندم حاجه؟ انا راجل ممثل وليه نقابه، وبعدين انا ما غلطتش في التمثيل، كل اللي قلته انا الاستاذ شعبان مبروك ابو العالمين حمودي، يعني ما غلطتش في حد. وسالت قالوا لي ان هنا قسم الاجزاء، يعني ايه؟ قالوا لي بيقبضوا على الممثلين اللي بتعمل كذا جزء. ليه يا فندم؟ بعدين لا مش بعدين، استاذ اسماعيل ياسين عمل اجزاء ما حدش كلمه. يا امشي. حاضر. انا مستغرب بصراحه، ايه ده استاذ صلاح استعداني صورته هنا ليه؟ ايه ده، انتوا قابضين على ايه يا فندم؟ نهار اسود. استاذ صلاح سلامتك، انا عرفت، انا فهمت، يمكن عشان حضرتك عملت ليالي الحلميه 3 اجزاء. طب الاستاذ يحيى الفخراني كان معاك ما بقبضوش عليه ليه؟ لازم نعمل مظاهره يا استاذ صلاح، ده موضوع عجيب. كان عامل 3 اجزاء اهو. بعدين انا بس بعدين. يعني بحاول افهم، انا مش حاجه عجيبه بصراحه. ايه ده استاذ نور الشريف كمان؟ ايه ده يا نهار اسود، استاذ نور حضرتك ماسكينك ليه؟ فيلم حبيبي دايما كان جزء واحد. صح، يبقى عشان مسلسل الدالي عملته كذا جزء. احنا مش لازم نسكت يا استاذ نور بصراحه، ما يموتونا ما نمثلش بقى، صح ولا؟ انا عايز افهم بس، يعني الجهه اللي بنتعامل معاها دلوقتي تبع وزاره الداخليه ولا تبع معهد فنون مسرحيه؟ انت هتتجنن. بعدين هتتجنن يا فندم، حضرتك ما ينفعش كده، انا ليه محامي. طب حد يتصل باشرف عباقي. الله، لا كلموا لي اشرف عباقي يا جماعه. خش. ايه ده ارحموني. يا ساتر يا رب، انا مظلوم. ده مين ده؟ مظلوم ده الاستاذ محمود المليجي. بلي. لا أنا مظلوم، أنا بريء. عم حسن حسني؟ طبعا يا ريس، ما أنت ما شاء الله عملت أجزاء كتير، لازم يقبضوا عليك. طب ولع النور. حاضر. يا خبر أبيض، الأستاذ غسان مطر. سلامتك يا أستاذ غسان. أنت مين؟ أنت مش عارفني يا ريس، أنا محمد هنيدي اللي عملت معاك فيلم أمير البحار. الله، يبقى افتكرتني. محمد هنيدي وغلاوتك عندي انا تروى على الاخر. الف سلام عليك يا ريس، سلامتك. طب وجايبينك ليه؟ انت اللي عملت فيلم اجزاء ولا مسلسل اجزاء، جاي في ايه يا ريس؟ شياطين البحر. فيلم شياطين البحر بتاع زمان؟ ليه؟ ايه اللي حصل فيه؟ انا الكافتيريا. قضيت كافتيريا؟ كافتيريا، قضيت كافتيريا. كنت اعزم الشباب اللي معايا الممثلين محمد عوض ويوسف فخر الدين وحسن يوسف. اسقيهم واطعميهم على حسابي. خدت بالك؟ وبعد كده خدت لوح شوكولاته بالبندق واجوستين. روقت نفسك يعني؟ روقتهم وروقت نفسي. طبعا. فطبعا قالوا لي ايه ده دي اموال الدوله. وانت ما دفعتش يا ريس؟ لا، ما حسبتش البوفيه. طب معلش يا ريس، يعني الحق حق بصراحة، الجماعة عندهم حق، يعني فيلم إنتاج الدولة ماشي، بس ما تقعدش أنت تعمل فيه أبو علي وتعزم محمد عوض. إزاي؟ ما أنا عزمتك أنت. أنت عزمتني، عملت معاك فيلم أمير البحار ما جبتليش فنجان قهوة. يا راجل، أنا اللي طعميتك في القهوة. أنت طعميتي؟ لا سوري، مش قادر أتعاطف معاك يا عم غسان. أنا آسف. يا سجان هتعمل ايه؟ همشي واسيبك، انا اتخنقت، انا فاكر حرام عليك يا راجل. صلي على النبي، خدني من هنا وعمل لي فيها فييس قوي، ولا جبت لنا شاي في الفيلم. يلا يا راجل بره، والله ما قاعد معاه. سلام عليكم يا عم هنيدي. سلم لي على الهام شهيد، قول لهم يرحموني. اهلا اهلا الله يخليك. اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا فندم؟ ربنا يخليك. اتفضل. شكرا يا فندم. لا والله اتفضل على كرسيك. لا ما يصحش يا فندم. لا ازاي؟ اتفضل. متشكر. اهلا وسهلا. اهلا شكرا يا فندم. معلش انا اسف. تحت امرك. طلب اخوي. تحت امرك. بنتي بس صفاء بتحب حضرتك قوي. يلا تحت امرك، ربنا يخليها ويحفظها ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. اتفضل. ميرسي جدا. العفو. اتفضل اهو. والله يخليني قاعد. اتفضل اهو. ايه ده؟ انه في يوم اسود واخبر على كل
جاسوس متآمر، تم مواجهة المتهم الثاني محمد هنيدي بالآتي: إيه علاقتك بشعبان؟ شعبان مين يا فندم؟ شعبان عبد الرحيم؟ هنستعبط، هنستعبط من أولها يا فندم. مفيش استعبط ولا حاجة، بس يعني أنا طول حياتي ما عرفتش واحد اسمه شعبان. أخ، أخ منكم أنتوا يا فنانين، أخ. هتكذب عليا، عايز تفهمني إنك ما تعرفش حد اسمه شعبان؟ خلاص فهمني حضرتك، لأن واضح إن حضرتك عندك معلومات شخصية عني أكتر مني. طب يا سيدي، شعبان، مبروك، أبو العالمين، حمودة، ولا أقول كمان؟ أيوة فندم، شعبان مبروك أبو العالمين حمودة، دي شخصية اتكتبت وأنا مثلتها، إيه الموضوع يعني؟ بس كده، ضابط ساذج أنا، ساذج عشان أصدقك وأكتب الكلام ده كله في المحضر. لا يا فندم العفو، أنا ما قلتش كده، بس بصراحة يعني حضرتك مكبر الموضوع قوي، ده أوفر كده. ده يعني في إيه؟ أنا مثلت شخصية، إيه اللي حصل يا فندم؟ ولا حضرتك بتشتغلني بقى؟ أشتغلك ضابط فاضي وما عنديش شغل عشان أشتغلك يا فندم العفو، أنا ما قلتش كده ولا أقدر أقول كده، أنا تحت أمر حضرتك. إيه الموضوع؟ إيه الموضوع؟ تقديمك للشخصية دي فأكثر من عمل، فيلم، مسلسل، وبتسعاله في مسرحية. يا فندم حضرتك لازم تعرف إن ده مش قراري أنا، في مؤلف وفي مخرج وفي منتج كده يعني. تقديمك لشخصية المدرس الفلاح القروي الساذج قاصد تهينه وتسخر منه في المجتمعات الغربية. لا والله يا فندم بالعكس، ما كانش كده خالص. تقديمك لأبناء الوزراء بأنهم مجانين، عابسين، لاهين، القصد منه خلخلة السلام الاجتماعي في المنطقة. يا نهار اسود ومنايل، ايه يا جماعة في ايه؟ انتوا مكبرين الدنيا ليه كده؟ لو سمحت يا فندم انا بطلب القبض على المؤلف والمخرج. لا يا حبيبي، الشيلة بقت كلها بتاعتك. الشيلة كلها بتاعتي؟ شيلة ايه؟ وانا شيل شيلة ليه اصلا؟ وايه الموضوع؟ قريت جرايد بكرة؟ لا يا فندم. خد اقرا بقى، بص يوسف معاطي كاتب ايه؟ كاتب ايه حضرتك؟ شعبان ابو العالمين حمودة تأليف هنيدي، ووضعت اسمي مجاملة. لا انا ما صدقش ان الاستاذ يوسف يقول كده. حلو ماشي، طب ايه بقى رايك في الفيديو ده اللي انا بحبهم يعني؟ ايوه، ايه هنيدي اتمسك. يعني انا بصراحه في الفتره الاخيره ما حبيتش اشتغل مع هنيدي شويه، يعني هو برضو تحس ان كده في تقل، في مشاكل يعني حاصله بيننا وبينه. وبعدين الحمد لله يعني ان انا حتى رفضت الفيلم الاخير اللي هو بتاع شعبان رمضان مبروك علينا حموده ده، وقلت له يعني الفيلم مش مناسب معي يعني، فالحمد لله يعني. بصراحه انا حتى كمان قابلت النجمه محمد هنيدي وقلت له، حذرته كمان، قلت له اوعى اياك والاجزاء، لان الاجزاء ده شيء وحش جدا، ده ناقص كمان يطلع لي في الاذاعه، يعني مش ممكن فيلم ومسلسل، لا 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 لا، شيء بجد مؤسف جدا، وتهرينا على مدار السنين من ليالي الحلميه للداري لكده النساء، لا فكره بجد سيئه جدا، لازم خلاص تنتهي بقى، ادمت قوي. كفايه ولا نقول كمان؟ لا كفايه يا فندم، رغم اللي انا شفته وسمعته من الزملاء ده مش دليل قاطع للادانه. لا ارتاح بذكاء، بس انا عندي قفلة الموضوع. ايه رأيك في البوستر ده؟ جبناه من قدام سينما مترو، تأليف محمد هنيدي، اخراج محمد هنيدي، انتاج. كفاية يا فندم كفاية، ارجوك كفاية، متشكر قوي. يمكن الحاجة الوحيدة اللي حصلت في المحنة دي ان انا عرفت الزملاء كويس، متشكر جدا يا فندم. يا فندم انا بعترف لحضرتك ان انا صاحب كل الجرائم دي، وانا اللي انتجت والفت وعملت كل حاجه، وانا كنت وراء اصرار فكره ان احنا نعمل اجزاء لحضرتك. انا هشيل كل الموضوع، وانا مع حضرتك، ويا ريت تكتب في محضر رسمي ان انا بعتزل التمثيل، لان انا ما يشرفنيش ان اشتغل مع زملاء يبعوني كده. ممكن اقعد مع نفسي شويه بعد اذن حضرتك؟ خد وقتك. شكرا. فظيع فظيع فظيع. مالك؟ ايه ده يا فندم؟ سوري، لا مفيش حاجه، انا عايز اروح بعد اذن حضرتك، انا واضح ان انا مجهد. شكرا على كل حاجه. شكرا يا فندم.
شك ربنا يخليك. فرصه سعيده فهمت. شكرا. انا اسعد. الله يخليك. يا ريت بعد اذنك تحت امرك. طلب اخوي عمر. بنتي صفاء بتحب تكتب الواجب بالقلم الاحمر. اتفضل يا فندم. اتفضل ربنا يحفظها اجيب لها كرتونه ان شاء الله. شكرا. العفو يا فندم. اختها ابتهال اه بتحب تكتب الواجب بالقلم الازرق. ربنا يحفظها يا فندم. شكرا. شكرا. بعد اذن حضرتك. شكرا. طب ما فيش حاجه ليا؟ حاجه زي ايه؟ تذكار يعني حضرتك؟ يا ريت. تحت امر حضرتك بس تصدق انت راجل محترم. انا هديك حاجه غاليه عليا جدا. لا لا يا فندم والله والله لا تلبسها. ارجوك ارجوك. شكرا جدا. شكرا. سلام عليكم. قلبي حاسس انه بريء. شعبان مبروك شعبان مبروك هو ما فيش غير شعبان مبروك شعبان مبروك يعني ما فيش غير شعبان مبروك شعبان مبروك شعبان زيه ما هتلاقوا ابدا في جمال اخلاقه شعبان زيه ما هتلاقوا ابدا في جمال اخلاقه عشوك ايوه وعشان هيدوس عشوك ايوه شعبان مبروك شعبان مبروك هو ما فيش غير شعبان مبروك شعبان مبروك يعني ما فيش غير شعبان مبروك شعبان مبروك جيب ايدك على الطبلة يا هلا حلو حلو ارقص يا هلا وافرح يا لهوي ايوه 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 عشان هيدوس عالشوك ايوه دوس يا ولد دوس عالشوك زي استاذ ايوه 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 يلا جيب ايدك على الطبله يا ولد حلو حلو شعبان مبروك شعبان مبروك هو ما فيش غير شعبان شعبان مبروك يعني ما فيش غير شعبان مبروك شعبان مبروك الحملة الفرنسية على مصر هي حملة عسكرية قام بها نابليون بونابرت على مصر والشرق بهدف قطع الطريق ما بين بريطانيا ومستعمراتها في الهند. يقول الكاتب عباس محمود العقاد: لا يكفي أن تكون في النور لكي ترى، بل ينبغي أن يكون ما تراه في النور. تقع أستراليا في نصف الكرة الجنوبي عند جنوب شرق آسيا وعلى غرب المحيط الهادي وعاصمته كامبيرا. بس يا ابني بقى هبكي والله هبكي وجسمي أشعر. بسم الله ما شاء الله عليك يا يوسف، ربنا يحميك. ايه كم السقافة والمعلومات دي يا ابني، ما شاء الله. تستعد الفنانة صحى الرامي لبطولة مسلسل جديد. الله 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 الله، المعلومات حتى للفنانين ما شاء الله. طب بقول لك ايه، ما عندكش اخبار كده ولا كده عن الفنانة نهلة سلامة؟
اديني انت بس ساعه يا ابويا واجمع لحضرتك كل معلوماتها. ربنا يبارك لي فيك يا ابني. بسم الله ما شاء الله ونعم الابن ونعم الوريث. الله يبارك لك. انت لازم تشيل اسم ابوك وتسونه، لازم. مفيش في تاريخ مصر دي كلها في سوق الفرارجيه والفراخ اسمها هيتكرر زي اسم ابوك المعلم عباس الزربو. ربنا يقدرك يا ابني وتشرفني. ده شكر قوي يا ابويا، يا رب اكون عند حسن ظن حضرتك وقد مسؤوليه الاسم اللي انا شايله. بسم الله ما شاء الله، انا مخلف عيل اكبر مني وقاره اكتر مني. ربنا يحميك يا رب. هو ربنا مديك وقار بشنبك اللي اتولدت بيه ده، بس بخف شويه يا يوسف ها، عشان خايف عليك من الحسد راحه وجايه في الحاره. ربنا يبارك لك يا ابني ويزيدك. ما شاء الله ما شاء الله، ايه ده ايه ده، وانجليزي وعربي. اقول لك يا ده يوسف، عارف انا بحلم بايه؟ عايز ارتاح بقى، نفسي ربنا يكرمني فيك وتدخل الجامعه وتاخد الدكتوراه، وبعد الدكتوراه هقف معاك لحد ما تاخد الماجستير، وتيجي بقى يا ابني تقف في محل الفراخ بتاع ابوك وترمي كل الدراسه اللي درستها دي على جنب وتفوق للفراخ وتفرفش المحل كده يا يوسف. ان شاء الله يا ابويا. ربنا يديك الطاعه يا ابني. وعايز اطلب منك طلب تاني بقى، بس اوعى تكسفني. مش عايزك يا تلعب مع الواد فريد ابن بلانيلا ده خالص، هما ستايل واحنا ستايل. خلاص ليه كده بس يا ابويا؟ ده انا بحب الواد ده قوي. لا هتقول لي ليه ولا وبحبه وتحس امري، مهنسى الوقار والشنب والثقافه والسعك على قفاك. اسمع كلام ابوك المعلم عباس يا ابني. يا ابني انا فاهمهم اكتر منك. الواطي واطي لو اشترى بألف جنيه بلاطي. قولها ورايا، الواطي واطي لو اشترى بألف جنيه بلاطي. الواطي واطي ولو اشترى بألف جنيه بلاطي. ربنا يبارك لي فيك يا ابني، ربنا يحفظك. تم كده وشرفني شرفني، عشان مستقبل الفراخ ينطلق الى الامام باذن الله. اعمل لي فيها شريف يا عباس. طب حياه امك لو ورادك معانا. بقول انا مش هفتح بوقي واسيبك انت تسوق. انا عايزك تسمعني وانا بقنعه بطريقتي الشيطانيه البريئه. قشطه. شوف مين، ولا قوم انا افتح يا استاذ يوسف. لا لا ما ينفعش يا ابويا. بس مش معقول الوقار ده كله يوم يفتح وانا قاعد. معلش الحمد لله فضل ونعم. ازيك يا يوسف يا حبيبي؟ بابا موجود؟ اه يا حاج اتفضل. اه هو فين؟ امال بيقول موجود ازاي؟ اهلا وسهلا. ما قلتش حاجه. تعالى ما تخافش، البيت نور. اهلا يا دي الزياره العزيزه. اهلا 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 يا سحر، ايه النور ده؟ ما شاء الله ما شاء الله. اه ده يوسف. امشي يا فاشل، اقراك حاجه بدل مش عارف تقرا سطر من الكتاب. يلا كل عاوز برب الفلط، خش جوه. ما شاء الله ما شاء الله، يوسف كبر وفريد كبر. اه الظاهر العيال هيعجزونا ولا ايه يا معلم عباس؟ لا ولا عجزونا ولا حاجه، ربنا يبارك في الذريه كلها. يا اهلا وسهلا. انما ايه موضوع الشنب دوت؟ الشنب يا سيدي امه السبب الله يسامحها، وهي حامل فيه. الله يخرب بيت الوحم وسيره الوحم. طول ما حامل فيه قاعده بتتفرج على مسلسل كله رجاله ما فيهوش ست واحده، وكل واحد شنبه قد كده. يا ست قوم الله يهديكي، مفيش. يا ست اللي يلزق في الواد اللي نازل شنب هنا ولا هنا، مفيش. ونزل الواد ربنا رزقنا بيه بيبي لسه مولود، ببص اتخضيت لقيته بشنب، قلت هعمل ايه؟ اهل الحكمه بقى قالوا لي ان هيطلع فيه وقار ان شاء الله. ربنا يحميهم جميعا. اهلا اهلا اهلا. عم لا تحلقهوله ولا حاجه. انا قلت احلقهوله، ده في شنب ابني وفرحان بيه. آه. بس بيني وبينك، بيني وبينك يعني انا فرحان بيه كل حاجه، بس نفسي اشيلهوله. الواد مش عايش طفولته. اه والله عايز احرقهوله وهو نايم، اشيلهوله بكماشه. وبيقولوا في خواجه في بلاد بره عايز ياخده يشيلهوله كده بالليزر. هشوف هعمل فيه ايه. هشوف. عم لا تحلقهوله ولا حاجه، يعني ابن عباس الزربيو هيطلع ايه؟ اكيد ذكر وبارم شنباته. والحمد لله انت حامت على المسلسل ده وطلع بشنب. انا كنت خايف وهي حامل تشوفك ما تاخذنيش يعني. اهلا اهلا. ايه اللي لم الشمع المغربي؟ ايه اللي لمك على السحت يا معلم؟ لا السحت ده حبيب. اهلا وسهلا. شكلكم كده بحواجبكم المطرطقه اوفر ديت، في حاجه مريبه. خير، هاتوا على بلاطه. قوم البس وتعالى معايا. البس وانا قاعد بالشورت وانا قاعد عريان. الا ما تقول له يا سحر، شايف لحم مدلدل قدامك؟ ما انا قاعد مستور اهو زي الفل، ولبسي اشيك لبس اروح فيه في اي حته. بنطلون ده ولا مش بنطلون؟ بنطلون. ودي اللي فوق البنطلون ولا دي اللي فوق البنطلون؟ دي اللي فوق البنطلون. طب ايه انت جاي تهزقني البيت تقول لي قوم البس؟ ما انا قاعد محترم. اخلص اسر الكلام، عايز ايه؟ لا مؤاخذه، عايزينك تيجي معانا دلوقتي. ليه؟ هنروح فين؟ هنروح للكنز.
بتخوفني ليه يا عم؟ لا روح للكنز. الراجل ده طبيعي ولا كنز؟ انت اتجننت ولا ايه؟ ايوه كنز. قوم بقى يقبط على معانا. ايوه بس مش عايز تعطل عندي صلاه عيشه، وهنروح نشوف الكنز. شكلك اتخبلت. اديني دقيقه واحده البس هدومي عشان اروح معاك. ثانيه واحده، الناس دي جت ورطتني في حاجه، ربنا يستر. الله عليك يا بلانيله، جبت رجله. مش قلت لك؟ ادخل يا معلم عباس، ما تخافش. ادخل ايه؟ ما انا داخل بقالي دقيقتين. طب تعالى تعالى. ايه اللي هيخوفني ان شاء الله؟ قل لن يسيبنا الا ما كتب الله لنا. روح يا سحت هات كرسي عشان عمك عباس يقعد ويرتاح. لا 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 لا، ملوش لزوم ولا كرسي ولا بتاع. شوفوا بس عايزيني فيه عشان الحق صلاه العشاء. طيب افتح يا سحت. هوبا. ايه ده؟ ايه المفاجاه الرهيبه دي؟ ايه كم الكازوز ده؟ ايه رايك في المفاجاه دي؟ لا ده انا مندهش. ايه الكازوز ده كله؟ والازاز بتاعته قد ايه وراحت فين؟ وفين الناس اللي شربت كل الكازوز ده؟ فهمونا يا اخوانا. لا ابدا مفيش حاجه. السحت لقاهم في خرابه، شيع لي مرسال، قمت محملهم على المخزن هنا. والمطلوب؟ ولا حاجه. يعني ايه ولا حاجه؟ جايبيني تفرجيني على الكازوز وخلاص وامشي ولا ايه؟ لا ابدا، انا بس كنت نادر أيوة. ان انا انتشتك من الفقر اللي انت فيه انت والعيال. عشان كده انا هنصص معاه. تنصص معاه ده ايه يا بلانيله؟ وانا فين حقي؟ لا مؤاخذه. بعدين يا سحت هروقك انا بعدين. ها قلت ايه يا معلم عباس؟ كازوز ده حرام يا بلانيله. حرام؟ طبعا حرام. فحرام مش بتاعنا. افرض حد جه سابه هنا واحنا بقى كده يبقى سرقناها، حرام ولا مش حرام؟ لا مش حرام. وبعدين الكازوز ده انا لقيته في الخرابه، ولفيت الخرابه حته حته، فليتها، مفيش حد لا هنا ولا هنا ولا هنا ولا في صريخ ابن يومين. اسر الكلام، انا قلت لا يمكن احط ايدي في كازوز فلوس حرام. ما تبقاش غبي يا معلم عباس، فكر في مستقبلك ومستقبل ولادك. ايه الشر ده؟ انت قلبت شيطان ليه كده؟ ولادي يتحرقوا، ولادي يجوعوا، ولا انهم ياكلوا من مال كازوز حرام؟ بالاذن. ما تبقاش غبي يا معلم عباس واسمع الكلام. مش قادر اقتنع، بقول لك فلوسه حرام. بالاذن. مش هترجعني تاني؟ لا انا عطشان، مفيش اي شويه ميه او شويه من الحاجات اللي انتوا فرقعتوها ديت؟ مفيش ازازه فاضله لسه؟ افتح له ازازه. حاضر. انت فاهم ان انا جيت على هواك صح؟ ايوه. يلا افهم افهم. انتوا فاهمين ان انا ايه؟ خلاص ايوه مشيت وراكم بشيطانتكم. اشرب كمان. كمان. استغفر الله العظيم يا رب. ده انا كنت عطشان. السلام عليكم. لسه في شويه يا معلم عباس. وهي تاني تاني تاني. خدها معاك لو عايز. حد الله ما بيني وبين الحرام. الله ينور عليك يا بلانيلة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا نهار اسود. أنت يا يوسف. أنت يا يوسف، أنت والزفت ده بتعمله كده؟ أنت اللي صرفت عليك شقة عمري عشان تطلع محترم وتبقى وريسي في الفراخ، تعمل البلاوي السودة دي يا يوسف؟ يا عم سيبني في حالي بقى. 12 سنة وأنا مش عايش حياتي. حياتي كلها كتب في كتب في كتب. أيوة كنت بأهلك عشان تبقى وريسي في الفراخ يا يوسف وتشيل اسمي. هقول ايه؟ اصحاب السوق، انت يا فريد يا زفت، يلا شيل الحاجات اللي دماغك غور من هنا، يلا. اخدهم ازاي يا عم الحاج؟ يا عم الحاج انا هتصرف، يلا غور من هنا، انا هتصرف. الله يخرب بيوتكم وبيت مجيتكم. قوم يا قاعد، قوم ده متنح طبعا مش قادر تمشي باللي طافي. يلا ما تجيش عندنا تاني. بالسلامة بالسلامة. اخس عليك يا يوسف، اخس عليك، ومسكها في ايدك كمان. بقى انا بصرف عليك ده كله عشان تعيش لي في الحاجات الساقعة والبلاوي دي. يوسف عيب. انت عارف امك الله يرحمها لو كانت عايشه وشافتك في المنظر ده كان جرالها ايه؟ كانت اتململت واتشلت يا يوسف قبل ما تموت. ده اسمه كلام يا ابني؟ قوم يا حبيبي، قوم برضاي عليك، قوم دب صباعك في بقك والله اشرب شويه ماء وملح ورجع القرف ده. مش احنا بتوع الكلام ده يا ابني؟ يا ابني انت ابن الحاج عباس، عباس السيريبو، اكبر فرارجي فيك يا مصر. يا انت فيك ايه؟ خضتني عليك، انت فايق ولا مش فايق؟
فايق؟ طب سمعني صوتك ما تخضنيش. خلاص يا ابويا انا فوقت. طب الحمد لله، ربنا يبارك لي فيك يا ابني. اوعى اوعى رجلك دي، ابوك معدي بلاش اللي اتأدب. هادي بقى هات. اسمع يا ابني، كل الحاجات دي كلام فاضي. اسمع يا ابني، اشقى واتعب وذاكر عشان هعيدها لك. تيجي تقف في المحل وتشرف ابوك في وسط الفراخ. هاتن كزوزة وطلعيبني هوبا مزابوزة والحال عجيبني. قشطة. السلام عليكم يا بلانيلة. اهلا اهلا عم عباس. صلي على النبي عليك. اللي اوله شرط اخره لايت. اخره ايه؟ لايت. اعديها لك عشان الحالة اللي انت فيها. اعملوا فيا اللي انتوا عاوزينه الا ابني وزرتي وسلالتي. الوريث يا ابني محدش يجي جنبه، يا اما هطير فيها الرقاب، فاهمين ولا لا؟ واحنا عملنا ايه لابنك؟ عملت ايه؟ الواد بيعمل اللي انتوا بتعملوه، الواد خلاص شدتوه، ابني لا، فهمني ولا لا يا بلانيلة؟ لا ده انت تقول لابنك بقى اللي يبعد عن ابني عشان ابنك هو اللي بيقول لابني. المهم ان ابنك وابني بيقعدوا مع بعض، ويا ريتهم بيعملوا علاقة برضه زيكم ماشيين في موضوع الكازوز اللي انا مقتنع انه من مال حرام. فاهمين ولا مش فاهمين؟ عارف ليه؟ ليه؟ الواد ابنك ده واد رجولة ذكر من يوم. انا عارف، عشان كده انتوا عايزين تدمروه، عشان اول طفل يدخل الموسوعة اتولد بشنب. ده كنز وده ابني ولازم احافظ عليه، واللي هيقرب له ما يعرفش انا هعمل فيه ايه. عايزين مني اي حاجة تاني؟ سلام عليكم. سلام عليكم يا عم. انت لازم تفتخر ان ابنك راجل. طب بقولك ايه؟ اه ما تديني بقى عشان عطشان. شوف طلع زي ابني. لا مش مسألة زي ابني بس، مش عارف باجي هنا بعطش ليه، واول ما اجي اخرج اعطش. هو العيال كده. يلا يلا اشرب اشرب اشرب. ربنا يتوب عليكم اللي انتوا ماشيين فيه. اشرب اشرب. هو انت داخل اوعى العيال. هات شويه كازوز، هات شويه كازوز. كازوز 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 يا كازوز. حاجات دي بفلوس؟ ها امال ايه؟ اول مره كده. عشان والوان ايش احمر وايش يعني هتجيب عائد صح؟ ايوه. العائد ده حرام؟ تتكلم بجد؟ حرام. لو اكلت بيه عيالي تطلع سلالتي كلها مغضوب عليها صح؟ عشان حرام. ايوه. بس هي بفلوس شكلها حلوه يا عم. في الاول بس نجر رجلك كده. طب انا اقول لك على حاجه، حرام ليه؟ هو احنا سرقناها من حد؟ مش انتوا لما جبتوني قلتوا ان انتوا لقيتوها كده، تعرفوا صاحبها؟ لا ما نعرفوش. خلاص يبقى مش حرام يا جدعان، انتوا جايين دماغكم ليه؟ مش حرام. عبي عبي قول لي بقى، عندك كام كازوزه وهنبيع فين وهنودي لمين وبكام؟ حلو ده حلو ده. الله هات الكازوزه. هو ده. خلي بالك شويه عشان الواد ابني بيحبها قوي. ها ابعتوا له ابعتوا له. وانا مثبت فيها واحنا نعرف اصحابهم. انا عارف. الله امال حرام ليه؟ حاجه لان ربنا سايبها لنا في المخزن. خلاص تبقشش بقى على عيالنا. احنا عندنا كام صندوق كده بقى؟ كتير كتير. طب انا اقول لك على حاجه، احنا عندنا اللون اصفر واحمر، احنا عايزين نتطور شويه نمشيها يعني نستفيد باللي بعته ربنا نعمله بيزنس. صح ولا لا؟ ولو طلع لها صاحب بعد كده ندي له حاجه والراضي وخلاص. لكن انتوا تعرفوا ليها صاحب؟ لا. يبقى مش حرام يا جدع. امال انا مثبت في الرجوله ليه؟ خش يا حاج. هو دخل دمك يا حاج انا عارف. خش خش. الله انتوا ناس طيبين، ربنا بعت لكم عشان تجيبوا لنا فلوس. يا دي ما بتشربش ليه يا معلم؟ مين؟ لا سيبها سيبها سيبها، مرتين ثلاثه هي هتفتح لوحدها. اشرب اشرب اشرب. خفيف صاحبك خفيف صاحبك يا رجاله. ايه يا حبيبي؟ نتوكل بقى على الله وانتوا اظبطوا الظبطه كده وشوفوا نصيبي كام وايه هتقولي على البيت، عشان ما بحبش اخد فلوس حرام يعني لايف كده. انتوا اظبطوها هاتوها. والعيال مع بعض حبايب. عيال مين؟ ابني وابنك يا سيدي. من النهارده عايشين اكلين شاربين بيتين مع بعض. هو ده احنا شرفنا. بترش عليا في المخزن بتاعك، بترش عليا بيبسي في المخزن. هو ده هزار ولا السكر ولا ايه؟ سكر يا حاج سكر. سكر يا حاج سكر. ايه يا حاج ده يا حاج؟ خلاص بقى بينا ولاد قام. دخل دمك يا حاج. حلو قوي قوي قوي. اديها تاني. اديها 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 اديها. ربنا يخلينا بالحلال. ايش يا منبس ايش يا منبس ايش يا منبس. السلام عليك الصوت وعلى كزوزه كزوزه. بيبسي يالا طعمه حلو قوي ومقفول. دلوقتي مش عايزين نقعد نرغي كتير. قبضته كام وحقي فين؟ بص ايه خد دول. أيوة. كل ما تحتاج تعالى. ربنا يكرمك يا راجل طيب وما نحترمش. السلام عليكم يا معلم. السلام يا معلم. رضا رضا الحمد لله. السلام عليكم. السلام يا زيري بيو. الله يسلمك. السلام يا زيري بيو.
كزوزة كزوزة تشرب يا فالح أربع يا حرام يا ابن المحظوظة مالك على إيه متصربع كزوزة 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 اشرب يا فالح أربع الشاي والسحلب أرحم بحسدك أصل أنا مستحرم الشاي والسحلب أرحم تحية للشيح البابوني سلام كبير ومربى كزوزة 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 اشرب يا فالح بابا مين انت هتصيعي ده مسجل وكان عليه 600 قضية اغتصاب جمال بابا
ايوه بابا. واسالي بقى ماما مين بابا وكانت بتروح فين ومع مين في الكهف اللي في اول الصحراوي. اصحي اخدتي لتخوني ولا تشوفوه ولا نيل. انا هرش الفيلم من اول وبعون الله هنعمل معاكوا الصح. هاتي ده سكر حلوة الدنيا سكر شرارة سكر حلوة الدنيا سكر. لا 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 نيلة خلي الدنيا جميلة جميلة. الله 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 والله الدنيا تبقى جميلة ان شاء الله. خلصت الزفت اللي بقالك ساعة بتلف فيها دي؟ مش عارف معقرة معايا ليه رسلة. حلواني ايه شكلك بتحب يا حلواني؟ شكلي بحب؟ يا لهوي ده انا غرقان في الحب يا اشرف غرقان. طب ممكن سؤال؟ اسأل حبيبي. لو القردة بتاعتي مغلباني اعمل معاها ايه؟ الايه؟ القردة مغلباني اعمل إردة. معاها ايه؟ قردة قومي يا ابن هنا وما تكلمش معانا في الرومانسيات. قردة ايه ونيلة ايه؟ والله انا مش مصدق نفسي. حلواني حلواني هيتجوز. أيوة وتبقى حلو. زوج بقى وبكرش وتهمل بقى في شياكتك وفي تسريحة شعرك. ليه التشاؤم ده يا ابني؟ ليه؟ ما انا اشوفكم برضو مرة في الشهر بتاع. انتوا صحابي واخواتي وبعدين الاستقرار يا جماعة. ولا هعمل في شكلي ولا حاجة. شكلي ونيلة ايه؟ وانا لينا شكل؟ ما احنا مبرطعين في الصحراء والرمل والناس حبانا وخلاص. انت طول عمرك شيك يا حلواني. الله يخليك الله يخليك اسف. بس هيبقى في التزامات هتعمل فيها ايه؟ التزامات في ايه يا ابني؟ الاكل اي صيدة بتيجي كلنا بناكل مع بعض. احنا كلنا 45 واحد. اللبس مراتي هتضرب الجلدة وتمشي. يعني مفيش تكاليف. انا مبسوط. شجعوني. صح فرحك عندي حبيبي حبيبي. عقبالكم عقبالكم. بس هتسكنوا فين يا حلواني؟ يا عم هنترمي ورا اي جبل. انت شاغل نفسك ليه؟ انا سمعت ان في كهوف في حدائق الادغال حلوه قوي. لا غاليه موت وثلاث ارباعها نصابين. خليك في حالك انا هتصرف. وهتخلي بقى مراتك تشتغل يا حلواني؟ طبعا تشتغل. انا راجل متفتح. تنزل تصطاد معايا وانا طول النهار اجري لوحدي في الحر. هي تنزل تجيب ارنب خروف اي حاجه للبيت. ولما تشتغل يعني هتبقى راجل انت ازاي في بيتك يعني؟ لا دي حاجه ودي حاجه. راجل في بيتي دي قصه ثانيه. وانت عارف ان انا راجل. انا متفق على كل حاجه. هتمشي على اللي هقوله بالملي. مفيش هزار. مش تضرب لي جلده وتمشي بقى بكتف عريان في الصحراء وفي وسط الجمال والكلام الفاضي ده. هتمشي هي واهلها بالجزمه يعني. سوري يعني. لا 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 مفيش. الان قال ما يا ابوها يا حلواني. يا جدع ابوها مين؟ انت شايف الفيلم ده بيتدرب على قفاه وتافه. ما تقلقش. ايه ده ايه ده؟ هي دي حلواني؟ لا حلواني مش هي. لا مش هي. لا هي. هي في غيرها في القبيله. مش هي. اسمع كلامي. هي بنت خالتها افتكرتها. هم اصل العيله كلها شبه بعض. امشي يا بت امشي. روح قولي لها انا جاي بعد شويه. يلا امشي امشي. قوم فين؟ شكلها هي شكلها هي. طب ممكن اقعد مع اصحابي شويه؟ يلا قوم فين. انا مش قلت لك بطل القرف ده؟ حاضر حاضر. انت قاعد معاهم تاني؟ حاضر حاضر. ما هم اللي بيجوا يندعوا عليا وانا باجي من نفسي. وسع. حاضر يلا. حاضر عادي يا جماعه مفيش حاجه. هي بتنشف فجاه بس هي اما تعشروها هتحبوها والله. حاضر حاضر حاضر. اتفضل. ليه الزعيق قدام اصحابي ليه؟ انت مزود معايا في الكلام. مش مزود ولا حاجه. بس انا قاعد مع اصحابي شويه ما فيهاش حاجه يعني. ممكن اقعد خمس دقايق؟ انت ازاي تطلع من غير ما تستاذن؟ كل ده هزار كل ده هزار. خلي بالكم كل اللي بتقوله ده هتلاقوه في الاخر هزار. تعرف بس البنات يعني بيبقى دمهم تقيل في الخطوبه شويه. فاكره ان دمها خف. حلواني اتلم. هتلمي في ايه؟ طب ممكن اسبقيني وانا هحصلك. انا هحصلك. بتعدي مع المناظر الزباله دول. لا دول مش زباله. دول اصحابي لو سمحتي كده كتير او اتفضلي. بص على اشكالهم والزفت اللي بتشربوه قد كل قرف. احنا ما بنشربش حاجه واشكالهم هي نفس اشكالنا. لما تنسى حلواني دول صحاب. بس بقى كده كتير قوي. ايوه اصحابي ولازم تحترميهم. اتفضلي اتفضلي. شوفي شكل ابوك احسن. قشطه يا شباب. يلا قدامي. اوكي اتفضل. عادي كل ده. اتحرك. حد شاف حاجه؟ جات كل قرف. مش قلت لك يلا لمي لي عليا الحاله دي؟ وعرفنا سيد الرجال. عرفنا عين الاعيان. عرفنا سيد ولا ايه ده؟ ولا هم روحوني. ايه حلواني؟ هم روحوني البت دي. انا مش مطمن لها. وبعدين ابوها ابوها شكله شام خبر. انا شايفه جاي هو ناس من بعيد. قوموا تعالوا معايا. ابوها هايف عمل كل ده؟ ايوه الهايف. مش حذرتك من ابوها حلواني. يا سيدي حذرتني. طب اعمل ايه؟ قوموا امشوا معايا كده عزوه وارجعوا تاني. وحياه ابوك ادي الجواز اللي بناخده منه. هتقوموا معايا ولا مش هتقوموا؟ مع نفسك يا حلواني. حاضر حاضر. ماشي ماشي على الله اشوفكم في الفرح. ماشي جاي. وعرفنا سيد الرجال. عرفنا عين الأعياد.
عرفنا سيد الرجال عرفنا عين العين. عيني عليك يا حلواني. يا حالحب طحالب دي حلوة قوي يا ناس. يا هو يا نهار اسود ومنيل، حد يغتني. مين هيغتني؟ مين هيغتني اصلا اذا كانت الدنيا فيها 24 واحد وكلهم قرايبي؟ عاجبك؟ عاجبك اللي بيحصل ده من ابوك وامك؟ اسكو سا في سي مي بارون بارون؟ وي ماشي. خليك انت دايما في صف اهلك، خليك هينفع. ايه ده؟ بيشمني ليه؟ انا اسف كلب ولا ايه؟ حبيبي دول بيحيوك. دمك كمان بتشمني. دي التحيه عندكم في الاسره؟ حييهم. لازم ارد التحيه صح؟ لازم طبعا. ده حمايه حبيبي حمايه. استغفر الله العظيم. تعالي. ريحة اهلك وحشة قوي. سوري انا اسف بس فعلا فعلا قذارة. ايه ده؟ جاري طول النهار بشوفهم انا رمحة الصحراء والتراب ولا دوتش ولا زبط. خلصني بقى عشان هرجع في الجوازة دي. فكني فكني. انا عملت ايه؟ عملت حاجة غلط؟ انا عملت حاجة غلط في بنتك؟ انا جيت دقيت الكوخ ودخلت وقلت عايز الحلال. جوزاني. ايه يا حيواني؟ انت عايز تقعد مع بنتي في الدارة واسيبك؟ تقعد مع بنتك في الدارة؟ انا بقعد مع بنتك في الدار. بس دي بني ادمه زيها. في ناس تانية بتقعد مع جمال. ها مش عايز انا سياح لك. ها الولية دي خيلاني وقلقاني، هي بتيجي كده كتير ماما مالها؟ سمى ماما ايه لكم سا لكم سا. طب ماشي انا بفهم. بس يا ولية اثبتي بقى، الله يخرب بيتك. ابوس ايدك انا يعني. بص اقر يا حمايه طلباتك. وانت هتقدر على مهرها بدايه ابن البدايه؟ بدايه ابن البدايه يعني انت فضاء ابن فضاء ان انت بدايه. بل انا عايز اقول لك على حاجه، المارينا الابلكاش دي ما تحطهاش على كتفي ابدا لو تكرمت. انت ده بالنسبه لك دراع، ده موضوعك انت. كلمني ببقك ده، حتى بق كلمني كده ما تلمسنيش. بس اصرف المكسر وريني بقى شخل جيبك هتعمل ايه. ايوه ادفع واشخلل وعندي مهر 100 100. الوليه دي خيلاني قوي. ما كلم امك، ما كلم امك. مامي بس. مامي بس ده اللي قدرت عليه؟ يا عم خلص. ما تقعدي بقى، اقعدي بقى، دوختيني بقى. ده ايه ده؟ انت عايز ايه؟ مهر ايه ونيله ايه؟ بقول لك عندي جمال، عندي جمال وانا هرشك. ها؟ ايوه تحب انت تركب جمال. انا عارف انا عارف. عايز ايه؟ عايز ايه اكتر من المفاجاه اللي انا هقولها لك؟ يا عمي انا ان شاء الله هبني لها بوابه بشتغل فيها من اول ما اتولدت، يعني مش كتير يعني. ما كانش في حد على الارض. جمعت كل جنوز الارض من جواهر وعملتها في البوابه دي. هقدمها لها يا ولية. اقعدي بقى، اقعدي بقى. هقدمها لها هديه، ايه رايك؟ بوابة يا حلواني. ليه يا عم في ايه ده؟ انا ودني ايه وانا واقف جنبك؟ في ايه؟ احنا جد نجري ورا بعض. ما تتكلم عادي يا عم. عايز مني ايه؟ ايه اللي في الكلام؟ ايه اللي في الكلام؟ لما تقدم لها عريس وكان بدينا كمباوت، هتبني لها انت ايه يا حلواني؟ هيبني لها كمباوت ولا كمباوت ولا نيله؟ بقول لك ايه؟ بص هبني لها كمباوت. ورحمة أمي أنت لو ما ثبتتي لا أدفنك في هنا، هدفنك قدام الحيوان اللي أنت متجوزاه ده، مش هيهمني حد. ولا هتثبت يا حاج بقى لو تكرمت، ده كده كتير. هنبني لها زفت كومباوند. في أي طلبات تانية؟ الموقع. موقع بتاع إيه؟ بتاع كومباوند. موقع إيه؟ ولسه في دنيا؟ ما كل اللي قدامك ده موقع. هتفرق إيه الأرض دي من الأرض؟ أنت أهبل. بص في الصحراء ونقي وأنا هبني لك. تأمر بحاجة تاني؟ قشطة يا عسل. ظبط نفسك وكلمني يا حلواني. ابوك عسل. ابوك شربات على فكره. هو يبان ضخم ومرعب بس هو تافه جدا جدا جدا. ايش حماد؟ انا ماشي طبعا صحراوي. قولي في داهيه، قولي في داهيه. ميرسي بابا. امسك الوليه دي ولا ارميها في اي وادي. بصي صاحب امك ازاي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. خلصيني بقى، خلصيني. اخيرا اخيرا هنتلم في كهف واحد. اخيرا اوعدك اوعدك مش هبني لك كومباوند. بصي طول ما انت ماشيه كل اللي انت شايفاه ده هيتبني وهيبقى بتاعك. يعني هقول ايه؟ انا ماشي بس مش وداع، مش وداع. وهحييك بتحيه ابوك وامك. انا عرفت ان انت بنتهم. انا عرفت. طب هما ناس كبار وكبروا في الصحراء واتهطلوا عادي ينسوا واستحموا، لكن انت لسه صغيره وعروسه. يعني المفروض ده ما ينفعش، ما ينفعش. استحمي في ورا الجبل دوت في وادي، روحي ترمي فيه. روحي. واضح لازم افكر في الجوازه دي. سوري باي باي وهتصرف بعدين. باي باي. ده انا هرجع في العيله دي. ايه القرف ده؟ النهارده يا حبيبتي هيكتمل حبنا وتكتمل فرحتنا بافتتاح البوابه العظيمه اللي انا عملتها لك. هتنبسطي وابوك هينبسط ان شاء الله.
او شرف اهو. قولوا لي امك جت معاه برضه. اهلا وسهلا. ابوكي ماشي ورا جنازه ولا ايه؟ اهلا يا حمايل. اهلا. مين الجماعه؟ اهلي واهل العروس. دول اهلك؟ حبيبي اهلي. مالك متنيك قوي كده؟ ايه المستوى ده؟ اهلا وسهلا شرفتونا، تشرفنا، فرصه سعيده. اهلا وسهلا. حييهم. ما انا حييتهم. اهلا وسهلا. لا شمه. شم مين؟ استنى يا اخ، استنى اخلطك. انا شم مين؟ ده خالي. لا لا لا، موضوع الشم ده كفايه ابوك وامك. بص يا عم، طول ما انا متجوز بنتك الطقس ده انا مش عامله، مش هشم حد عشان خاطر. تعالى. خرب بيت ريحه خالك على عم. ايه التقليد النيل ده؟ ومين العبيط ده كمان؟ عمي. اهلا وسهلا، مش هشم الراجل ده. هو هيشم. خلاص 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 يا عم. ايه ده ايه ده؟ لا في حاجه غريبه في العيله دي، يعني الشم بالنسبه لهم حاجه مهمه. ايه التحيه الغريبه دي؟ تراديشن عندنا. تراديشن عندنا. اهلا وسهلا، شرفتونا ونورتونا. خير؟ جايين الفرادي وعلى الكمباوند. على ايه؟ على الكمباوند. ابوك لسه مركز في الكمباوند. كمباوند. اوعى تفتكر ان انا نسيكي. ايوه اهمدي عشان هدكك في الارض هنا. انا صحيلك، انت مقصره فيا جدا. بقولك ايه، تعال اقول لك. كمباوند ايه؟ انت قبل ما بتدخل كمباوند بتدخل منين؟ بوابة. خلاص انا ابتديت بالبوابة، والكمباوند ده بعد كده بقى ابني انا وخطيبتي طوبة طوبة وزلطة زلطة الموضوع ده، لكن مش بسرعة كده. ولا ايه رأي حضرتك؟ سيل تبلي بابا، سيل تبلي ديوي. مبروك. الله يخليك. بس انا عايز اقول لك حاجة كمان، نصيحة، ان انا بقيت زي ابنك دلوقتي. انسى موضوع الفرح ده خالص. اسمع كلامي، تكلفة على الفرح. شايفك شايفك شايفك، ارجعي. انت بتستنيني اندمج وبتستعلبي زي السحلية كده. اقف في مكانك، امسك الولاد دي. مصاريف بالاونطه، مش هنقعد احنا نكلف ييجوا الصيع الحراميه دول ياكلوا، دول عايزين 40 بقره. اسمع كلامي. انا ما بحبش الفصال، بلاها الجوازه دي. لا لا يا بنت. استنى استنى بس، استنى يا عم. بلا ايه ده؟ ابوك بيقفش ليه كده؟ يا عم اهدى، خلاص هنعمل زفت فرح. مبروك. ابوك بيعمل كده ليه؟ ايه الحركه دي؟ احنا اتجوزنا. تكلم بجد؟ اه. هو كده يعني اتجوزنا؟ انت عندكوا كده اتجوزنا؟ كده اتجوزنا. تكلم بجد؟ مع اني عايش معاكم في نفس الجبل واول مره اعرف الموضوع ده. طرقعه واحده جواز؟ ولو حبيت اطلقها ثلاث طرقعات صح؟ ايوه صح كده. حلو ده، خلي بالك اي حاجه هتخنقيني هطرقع لك على طول. ايوه. مبروك يا اهلي، مبروك يا حمايه، الف الف مبروك. مبروك يا حلوان. شايفك شايفك شايفك، ارجعي مكانك. بقول لك ايه؟ بالمناسبه الحلوه دي بقى، تعالى نفتتح الشريط بتاع البوابه. ها نفتتح الشريط. هات السكينه وانت واقفه مكانك، عارفه لو خطيتي خطوه ارطم لك رجليك. هاتي ده انت روش. سيبي اولاد. الولاد انا خايف منها والله العظيم. امك شكلها في الاخر هتطلع مش حقيقيه وهتفاجئنا وهتطير. اسمعي كلامي. لا مش مننا. بص الناس كلها حاجه، بص هي غريبه، ربنا يستر دي ما تدخلش البيت على جثتي. ممكن نفتح البوابة؟ نفتح البوابة. مبروك يا مدام، مبروك 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 يا جماعة. مبروك مبروك مبروك. اتفضلوا. 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 يلا. مبروك. ألف مبروك. أهلك يا عرو يا عرو، مش بهزر، سوري يعني. ما إيه ده؟ لا they are very nice. نايس إيه؟ مليت إيه؟ كله رفيع مش لاقي ياكل وهدوم مقطعة. بقول لك يا حماية، تعالى عاوزك، تعالى عاوزك. أيوة حلواني. تعالى ثانية بس. الناس دي رايحة فين؟ رايحين يخشوا جوه البوابة. يهببوا إيه؟ يتفرجوا على إيه جوه؟ مفيش حاجه اتفرج على ايه. فانت بعتهم كده اي هبل في الصحراء وخلاص. في جوه تعابين، خلي بالك. ما احنا بناخدها. طب الف هنا. بقول لك ايه، انت عشان طلعت وجدع معايا ووافقت على كل طلباتي، انا هعمل لبنتك احلى فرح. ايه رايك؟ مبروك يا حلواني. مبروك. ما تحطيش ايدك عليا، مش ايد دي. الف مبروك. الف مبروك. مع السلامه. مع الف سلامه. روح شمهم شمهم بعض لحد ما اجي لك. انا هاخد بنتك كده في الصحراء انا وعروستي. معاك الله. اصحى ورا 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 ورا. كل هدو فوق، كل هدو فوق، كل هدو فوق. وفين السقف يا رجاله؟ الحفله لسه شغاله ومش هنقول اسامينا عشان احنا عدينا في فرح حبيبي واخويا الحلواني. جينا وهنينا. كل هدو فوق، كل هدو فوق. اللي يحب حلواني يقول ايه؟ يحب حلواني يقول ايه؟ حلواني يعني الرجولة، حلواني يعني ابن النيل، حلواني بنحيي هنا كل جبل في المنطقة، وكهف كهف، وطول ما العجلة شغالة الكهف بيجيب رجالة، وبنحيي عروستنا الجميلة فتاة الوادي، فتاة الجبال، فتاة الليل، صاعدة الثعابين، منار الجيار، وكل اللي يحب حلواني يقول ايه؟ اصحى مبروك يا حلواني. الله
يبارك مبروك يا رسفنا. الله يبارك. قاعد الولايه اللي وراك دي قاعد مراتك قاعدها. انا دلوقتي اعرفك على عيلتي. لما انا شفت عيلتي كنت مشفتيش عيلتي. ناس طيبين قوي 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 غير اهلك خالص. دول اتنين ولاد خالتي اول اتنين اتولدوا توأم راكبين فوق بعض، لا بياكلوا ولا بيشربوا ولا بيتكلموا. هما الاتنين طول الوقت يا عيني يرتاحوا تحت الشجره يلعبوا في طقوم بعض كده يعني. باي 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 باي. انبسط انبسط انبسط. العروسه وما بيتكلموش ولا حاجه، هما راكبين على بعض كده وبيلفوا الصحراء ليل ونهار يعني. طيبين قوي طيبين قوي. اهلا وسهلا، شرفتنا شرفتنا. هو مين ده؟ ده ما اعرفش، بس يعني ابويا لما اتقتل بالحرب الاخيره ديت وهو بيموت قال لي خلي بالك من عمك، فيعني نورت. بس راجل طيب. ها ايوه ها ها نورت يا عم. نورت. ده مين شو بقى؟ التافه بتاع العيله. قمر قمر وقعدته جميله. والعلم بزنس مان كده. معاه توكيل عظم. بصي بصي الانواع. بصي اوعى تكون جايبها لنا هديه بسيطة كده. لا ده كتير قوي كتير. ليه طلب تاني؟ أؤمر يا مستر. واحد صاحبي هينحتك كده سوا مع بعض. يلا حبيبي. هو هيطول شوية. ميرسي. حبيبي حبيبي عايزك تقول لي على الفرح. عقبالك عقبالك. وجو تعالى ما تتكسفش، تعالى ما تتكسفش. ده ابن عمتي. مخلوق بيضحك على طول. فظيع. بصي بصي لو سكتنا احنا بصي هو يعمل ايه؟ حاجة ظاهرة في الجبل، ظاهرة ظاهرة. وبرده مش تافه. تاجر جلود من اللي هو. بصي بصي جايب لك ايه؟ هديه بسيطه. تعبت نفسك يا اخي. تشكرين عقبال ليلتك. حبيب حبيب مبتسم على طول. جميل. انت شايفه عيلتي؟ فين البوفيه؟ وفين اللحمه؟ شايف الفرق بين عيلتي وعيلتك؟ شافت من مفجوع ابوكي ده؟ اتفضل خد الخروف ده لوحده. يلا ازقز فيه واحنا هنجيب للناس. ابوكي بصراحه يعر. بابا ايه يعر بصراحه. اصحابي هيعرفوا يغني هيدلعوا لك الفرح. ما تخافيش. بتغني انت يا حبيبي؟ تبقى حلوه قوي. تكلمي بجد؟ اه والله والله. لا غني. عايزه حاجه تاني؟ يلا غني. حبيبي حلوه قوي. حبيبي حلوه قوي. فاكرين ان الجو بتاعنا؟ الاغنيه اللي كنا بنقولها واحنا في واحنا رايحين الكبرتان بتاعت الاتوبيس دي. ايوه فاكرينها؟ يلا واحد اثنين ثلاثه. بدائي 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 بدائي. أموت أعيش ما يهمنيش، أموت أعيش ما يهمنيش، أموت وأعيش ما يهمنيش، أموت أعيش ما يهمنيش. الدنيا كانت تتقدم بدري ونوال واليما اه يابا. لو كانت جت على بوابه والارض فاضيه ومتسابه. الدنيا كانت تتقدم بدري ونوال واليما اه يابا. سمعني زغروطه تحيه عساوين. يا كومبا حلواني يا كومباوين. يا
ياهو ريحة حلوة بزيادة خيرها فايد ولا ده بس عيالي ولادي الهرمة ما صنوش النعمة يا سادة ريحة حلوة بزيادة خيرها فايد ولا ده بس عيالي ولادي الهرمة ما صنوش النعمة يا سادة والأخ بنفس على أخوه الأخ بنفس على فوق يا كومباوين يا كومباوين يا كومباوين يا كومباوين أنا مش عايزك تقلق خالص يا بطليموس، إن شاء الله كله هيبقى تمام. أنا ما بقلقش، ما تقلقش. مولاي؟ ليه دكتور نفساني يا مولاي؟ ليه إيه؟ دكتور نفساني يا مولاي. خليك في شغلك، ما تتدخلش في اللي مالكش فيه. مش عشان أقدم واحد في المعبد أسكت لك، ترجع بواب تاني، اتفضل. أمرك يا مولاي؟ إيه الناس اللي بتتحشر دي؟ أمر مولاي. إيه يا مس من معت الكلام الفاضي ده؟ أنت فضحتني ولا إيه؟ بقى انا بقول لك بيني وبينك رايح لدكتور نفساني تعبان شويه، الناس كلها عارف ايه السياح ده. مين دول؟ شعبك يا مولاي. طب خلاص مشيهم مشيهم. يلا يا ابني يلا. من هنا يلا يا حبيبي يلا. انا مش فاهم ايه لازمه الشعوب او اي قلق في الشوارع وخلاص. مبسوط انت كده؟ كل البلد عارفه انا رايح لدكتور نفساني؟ هيقولوا خلاص عليا اتجننت؟ يعني انا اخونك يعني يا بطليموس يا اخويا؟ ده احنا متربيين حتى في معبد واحد. متربيين؟ ما الناس قدامك قالت وانا بألف. فوق بقى، عيب عيب. اتفرج بكره على البرديات هتلاقي الخبر مرشرش فيها، واتفضحت انا وانت. حوش حوش حوش، مفيش اي حاجه هتنزل في ولا برديه، بعون الله امك مسيطره. انت يا عجل انت، تعالى تعالى هنا. ايه امك دي؟ بتبيع كرشه؟ انت هتعدى حدودك ولا انت بقى انت واقف قدام؟ امي دي الملكه، الملكه كليوباترا، ملكه عليكم كلكم، لان كلكم ولا حاجه. فاهمني؟ انت واهلك ولا حاجه. مش عشان بتمشى معاك في المعبد ومصاحبك تعدى حدودك فوق، ما تحطليش ايدك على سرتك. انت بقى وانت بتكلمني، انتوا بتاكلوا منين؟ من المعبد. بتلبسوا منين؟ من المعبد. بتقبضوا منين؟ من المعبد. يبقى تحترم ملكة المعبد. اصحى، اتفضل روح دلوقتي لعمك بحبنبوت اللي ورا المعبد، ابنه مات تعيش انت، عزي وقوم بالوجه. لا حول ولا قوة الا بالله، وسيس قامت؟ ده كان لسه معايا امبارح. مات مات، عمل خناقه موت مع الواد سمين نرمر بتاع شبرمنت، الاتنين قتلوا بعض. روح اعمل الواجب وظبط الجثتين. ها، ظبطهم كده وفلترهم ولفهم لي لفه هديه عشان اقدمها لامي في عيد الام. امرك يا مولاي. ثانيه، امي اللي هي مين؟ الملكه. وانت ولا حاجه، انت واهلك. انت واهلك ايه؟ ولا حاجه. بانكسار ولا حاجه. الشعر ده يتحلق. اتفضل، سلامه. امرك يا مولاي. الواد ما قاليش عيادة الدكتور فين؟ بسم المعد! بسم المعد!
استاذ فظيع يا دكتور. الناس فاكراني يا ما هنا يا ما هناك، فاكرني سعيد بطليموس الخامس عشر راح، بطليموس الخامس عشر جه، وعيل صغير ومفرفش، امه ملكه، انت عارف كلام الناس والاشاعات، مع المشوي مشوي والمقلي مقلي، وبيضيفوا كمان وقد ايه ده سعيد ومتهني اني بالعكس تمام. بطليموس الخامس عشر جواه حزن شديد، حزن شديد يا دكتور. يا دكتور الجو ده مين دول؟ ما تقلقش، دول بيدونوا كل كلمه بتقولها سموك علشان اعرف احدد المشكله. حلوه قوي كل اللي بقوله، كويس ان انت قلت لي. ان شاء الله بكره الصبح ابعت لك عم حسن النقاش بتاعي يدي وشين. معلش سوري عشان ده كلام، دي اسرار عيله وحاجات شخصيه، ما تعرفش ممكن بقدره قادر بعد الاف السنين نبقى تاريخ ويعملوا لنا متاحف، ما يرضكش السياح يقروا الحاجات العائليه. سوري يعني. سموك تعمل اللي انت عايزه، هي بلد امك. يا دكتور الطريقه دي، ايه بلد امك دي؟ شتيمه ولا على اساس ان امي ملكه فعلا؟ بالعكس ده شرف لينا. اتفضل كمل لو سمحت. ابدا يا سيدي، انت عارف اللي بيتقال دلوقتي في البلد، بس انا مشكلتي الحقيقيه يا دكتور ان انا مش حاسس بتميز في الحياه، مش لاقي نفسي. انا مين؟ في زحمه. هتقول لي انا بطليموس الخامس عشر، اقول لك ايه، في 40 بطليموس في العيله، خالي بطليموس ال13، جدي بطليموس ال20، جوز عمتي اللي هو سافرنا في كندا دلوقتي بطليموس ال22، جوز خالتي بطليموس ال26. عارف في بطليموس كتير في الموضوع، عارف لو كله يعني لو كله بطليموس وانا شريف كده في النص هبقى مميز شويه، بس دربكه زحمه. بصراحه العيب على الوالد، كان ممكن ما يوافقش يسميك اي اسم تاني. انت عارف بقى بصراحه الراجل لما بيبقى متجوز ملكه بيبقى مكسور شويه. معلش انت عارف ام الملكه، يعني فاكر حضرتك فيلم مراتي مدير عام؟ نفس الفكره، نفس الفكره. فانا يعني الراجل نعذره حقيقه يعني. وبعدين اللي شاغلني دلوقتي موضوع الاخ ماركا انطوني الواد الصغير ده، كلام مال البلد انه بيرسم على امي وجو كده مش لطيف يعني، عارف؟ مش عارف اعمل ايه. والوالده موقفها ايه؟ الوالده ما انت عارف، ست حلوه وصغيره وملكه، مين يجرؤ يقول لها انت بتعمل ايه؟ يبقى مجنون حتى لو كان ابنها. استغفر الله العظيم. ايه يا دكتور في ايه؟ انا ما قلتش حاجه. ايه الاداء ده؟ انا بقول في مشاعر نبيله بينها وبين انطونيو، وارد يعني، لكن حسستني ان امي بطاله والعياذ بالله. اذا كان كده معلش، بس خد بالك من الولد ماركا انطونيو ده، لانه مش سهل، ممكن يعمل بين ابوك وامك فورتينا. بتقول لي اعمل ايه يا دكتور؟ شور عليا، انت خوفتني قوي لما قلت لي فورتينا. خفت يعني اسمه، اقتله، اكري عليه بلطجيه؟ توكل على الله. خلاص كلم الشباب في الدقي دلوقتي يقوموا بالواجب. الله يريح قلبك. بس ما قلتليش مين الاخ اللي في حضنك من اول ما جيت؟ ده توني الرابع عشر. توني الرابع عشر؟ يا عيني هيطلع معقد نفسيا زي. اكيد في توني الرابع عشر كتير فعلته. لو بتحبه انصحك اخنقه قبل ما يواجه المصير اللي انا واجهته. انا انطونيو انا مالي روحينا. شايف امي بتعمل ايه؟ قلبي معاك يا صديق. قشطه، هو اللي بدأ المعركه. بص يا جماعه فين، بص يا جماعه فين. ها انطونيوس، ايه اللي حصل لك؟ تسلم ايدك. قفشتك يا ابن الكلب. حظه وحش قوي، شفت السهم جه فين؟ جه في الجزر والله. بس وشرفك وشرفك السهم الجاي في ودنه باذن الله. التعظيم يا بطليموس، طول عمرك فارس بارع. انا ما احبش حد ينافقني، قول لي انت اقوى رجل في مصر. ولد امك. يا نهار اسود، انا عارفه حركاتك دي، والله ما انا سايباك. سامحيني يا ماما، ارجوك سامحيني سامحيني. وديني
وايماناتي لهنفخك يا بطليموس الكلب. اني بطليموس؟ انا ولا عمي ولا خالي؟ احنا 60 بطليموس لخبطوا. اخرس اخرس خالص. اللي انت عملته مع عمك مارك انطونيوس ما يتكررش تاني، ما يتكررش تاني، والا وشرف امي اعلقك اعلقك. انت عارف بقى امك وقلبتها. اصل هو بصراحه كان واقف معنبر كده في اغراني، قلت فور فان يعني. ولد اخرس اطلع اوضتك. حاضر. تعالى هنا لسه ما خلصتش، وبعد كده عايزك تقعد في اوضتك دي على طول. حاضر. تعالى هنا لمده 3 ايام. حاضر. ايه ده، في ملكه تقول وشرف امي لنفخك؟ يا رب عرشك يزول. ده ايه الزهق اللي انا فيه ده؟ يعني محبوس في قصري وفي اوضتي وبرضه زهقان. الواد مش من معد فين؟ ما بعت له مسج. ايه ده، انا نسيه خالص. غطست كده. انت فين يا زفت؟ ها؟ بس ما ردش عليا ليه؟ ما ردش عليا ليه؟ ايه ده، وانا بعتها له لسه؟ انا دماغي جرى فيها حاجه. لا انا مش مظبوط، انا مش مظبوط. سن ايوه، الحمد لله على السلامه يا حلوه. وريني الامور قال ايه. ايوه. ها، انا في المعبد. ماشي، ان شاء الله عنك ما جيت من المعبد. ابعت لي اي حد بباكو بسكوت. بس تعال تعال يا حلو، تعال يلا. سند اوعى. هو انت كمان ما معيش فلوس؟ ابعت لي نص جنيه. تصدق انت رخم، ولا عايز منك حاجه ولا نص جنيه ولا زفت. انا هصرف، هيذلني عشان بسكوت. يا كبير الخدم هات لي يا ابني الشاي واللبن بتاعي. ايه ده، ايه الجرأة اللي حصلت في القصر فجأة دي؟ مين المتهور اللي طلب لنفسه مشروب زي جايب التانية دي لمين؟ مولاتي الملكة يا مولاي. مولاتي الملكة؟ أمي يعني. ها؟ طبعا ما هي ملكة وأمي، مش قادر أتكلم معاها، كل حاجة تقلدني تقلدني. ما علينا. النظام؟ نظام إيه مولاي؟ مش فاهم. نظام إيه، أنت هتستهبل ولا إيه؟ نظام السقسقة. آه تقصد حضرتك البسكوت. أقصد البسكوت، أنا بقصد البسكوت. مفيش حتة كده سقسق بالشاي؟ أنا آسف يا مولاي، حساب السقسقة تقل قوي. حساب إيه؟ السقسقة. يعني أنا لو ما دفعتش مش هسقسق؟ مش هسقسق. ولو قلت لك استنى عليا شوية مش هسقسق؟ مولاي الحالة بقت كربة قوي، الشعب مش عارف يسقسق. أنا ذات نفسي شغال عندك وبقالي فترة ما سقسقتش. إن شاء الله ما سقسقت أنت ولا الشعب. أنا مالي، انا عايز اسقسق دلوقتي. بسكوت بشاي بلبن. خلاص قول لهم هنصرف لكم اعانه. اديني بقى خليك جدع. اي حاجه، اي حاجه. ايوه كده يا حلو يا حلو. فار فار فار، اعمل حاجه. انت تقف تترعش؟ امال حارس ايه ونيلت ايه؟ حملك عصابك. دخل هنا، انزل مواجه. مولاي انا بأمرك تقتله. قلبي ما يطلعنيش. ان شاء الله قلبك يتحرق. هات الفار. انزل، ده انا بترعب منه. بص عليه كويس، اقفشه اقفشه وفسخه كده. ايه مولاي ايه؟ انا خادم كبير اجيب شاي محليب، لكن قتل لا. ايه الاوفر ده؟ ايه انا بقول لك اقتل ابوك. خلص ابوس ايدك مولاي. إيه؟ انا جات لي فكره. ايه؟ احنا نحط له سم فلان. خرب بيتك، ما تقول كده من الصبح. طب هنجيب السم منين؟ معايا يا مولاي. ايه ده، انت جاهز كده على طول؟ انا ديلر اساسا. حلو حلو، انا احب الشغل الجاهز. يلا. ايوه حلو قوي كده. خلي بالك هو ممكن يكون شايفنا من هنا ومن هنا وبيراقبنا، فاحنا نعمل ايه عشان ما يعلمش الكوبايه؟ احنا نضحك عليه ونلف الصينيه. بس بس كده. قشطه. الله يخرب بيتي، دي سيره والله. انا نفسي معت عليا وما بقتش عايز اشرب. اشرب انت كوبايه، انت غلبان. اشرب اشرب. مولاي ايه؟ ممكن الكوبايه يبقى فيها السم؟ لا عيب عيب، وانا ابيعك برضه. ما حطيت انت السم، انا ركزت في الكوبايه، فيها شويه لبن اكتر من الثانيه. امسك يا جدع امسك، ده احنا مربينك في القصر، انت ابننا. اشرب يا حبيبي اشرب. استنى قبل ما تشرب، مش عايز اي حاجه اعملها لك لعيالك، اي حاجه. نفسي اسقسق انا ولا هتسقسق؟ انت من جهه هتسقسق هتسقسق. يلا اشرب عشان تقعد تقول للشعب عايز يسقسق. بالسلامه يا حبيبي. حاسب ايه؟ مولاي انت مش مظبوط صح؟ اه هو ده هو ده. حاسس بدوغه وين؟ وغممان نفس. وايه؟ غممان نفس. غممان نفس؟ اه. طب اشرب قول لي ايه كمان؟ اه
ايه؟ تقلصات. هو ده الشغل؟ اهراسات. هو ده الموت. هو ده الموت. استنى، انت هتترمي في الارض بالكوبايه بتاعه القصر؟ انتوا اتجننتوا؟ عهده لستين داهيه. ها قربت مولاي. يلا باي باي مولاي. في 60 داهيه مولاي. انزل بقى زهقتني، بتموت في 3 ايام. حلوه قوي فكره الشاي ابو لبن دي، حلوه قوي. طب ما انا ممكن اعزم الاخ مارك انطونيو اللي عامل لي فيها وضع امور ده وبيتنطط، اعزمه على كوبايه شاي ابو لبن. حلو يا نائب كبير الخدم، اعملوا لي يا ابني فنطاش شاي ابو لبن، وهيروح هديه للامير مارك انطونيو. في قلبين مرضى. لا المكوف الضعيف. لا ماما، لا ماما، لا ماما، ماما لا. بطليموس، بطليموس ابني. ماما لا، ماما لا، ابني حبيبي. ماما، ماما. مالك حبيبي؟ كابوس يا امي، كابوس فظيع. خير؟ خير يا حبيبي؟ لا شكله مش خير بصراحه. بص بقى ماما، انا هقولها لك وانت براحتك، ارجعي على اللي انت بتعمليه احسن، اخرتك شكلها زي الزفت. ايه؟ حلمت اني هتقتل في الحرب؟ لا لا لا، يا ريت. انا حلمت ان انت بعد كذا الف سنه، سوري يعني، هيعملوك علبه سجاير. سجاير؟ ايه يعني سجاير؟ هتسخت يعني؟ لا تسختي ايه، سجاير اللي هي بينفخوا فيها حاجه شبه الجوينت كده، عارفه بيجيبوا ورق كده في المستقبل هيسموه مش عارف بفره بقى ولا ايه، وبيلفوا التبغ قصه كده. المهم ان انت هتتحولي لسجاره. طب ومش كده بس، طب ايه ده، هيبيعوكي فرد وهيسموكي كوكو الضعيف. هات لي يا ابني 4 كليوباترا، 3 كليوباترا، ده يوم يا رب يا رب ما اعيش اليوم ده. طب حبيبي، يا حبيبي بطاطستي، اهديكم الله. اهدى يا حبيب، اهدى يا روح ماما، اهدى. انا هديت بقالي ساعه بهدى، انا هديت. انا عارفه انه موضوع عمك مارك انطونيو اسمه اثر على نفسيتك شويه، بس معلش يا حبيبي، بكره تزهق تتعود تنسي نفسك ولا ايه؟ انا الملكه والمجد ليا من السحاب للتراب، ما تنام وتستغطى بقى. استغطى؟ في ملكه تقول استغطى ومن السحاب للتراب؟ يا نهار اسود. طالما استغطى بقى لو سمحت انزاحي شويه عشان عايز اقوم اشطف. كليوباترا ملكة شطرة، بس مالها ليها فترة، دي بتبكي ولا مالها حتى قطرة؟ كليوباترا، كليوباترا ملكة شطرة، بس مالها ليها فترة، دي بتبكي ولا مالها حتى قطرة؟ كليوباترا قلب 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 خطرة، والمصايب نازلة مطرة. قلب 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 خطرة، والمصايب نازلة مطرة. فوق دماغك، فوق دماغك، فوق دماغك يا كليوباترا. قلب حياتنا كابوس، وابويا في البيت قاعد في البيت مكبوس، والشعب الغلبان قاعد شقيان بلبوس، كليوباترا مدورها والناس مش لاقيه هموس. مارك انطونيوس قلب حياتنا كابوس، وابويا في البيت قاعد في البيت مكبوس، والشعب الغلبان قاعد شقيان بلبوس، كليوباترا مدورها والناس مش لاقيه هموس. فيه ايه يا كليوباترا؟ هتطيري وتتنطري نظرة، وتبيعي في سمك بقلا على شوق شوقك يا كليوباترا، وافتكري مين الغلطان، هتضطري وتبقى قطرة، ديتها قرص التعبان.
بخطره والمصاعب.